نكمل طلابنا بخصوص الروابط، بعثتهم انا بامكانك تحضرهم اونلاين، موجودين هم اونلاين افيلبل لماده الباطنه وماده الاطفال. بدي احاول اعمل المادتين الضايلات، هم عباره عن مراجعات مختصرات اب تو ذا بوينت للمواد، 8 ساعات كل ماده. على كل حال اللي نكمل طلابنا، وصلنا عند سؤال رقم 16. يو وير طلعوا هون، بس بدي احط الشات هون على جهه. طيب هون السؤال هذا شو بيحكوا، شو عنا you were at shopping mall while accidentally بالصدفة you saw an 1-year-old baby became unconscious، صار 1 year يعني infant رضيع مع أمه، unconscious and blue لونه أزرق after eating a piece of apple، بعد ما أكل قطعة من الإيش من التفاح. the most appropriate next step، هذا عبارة عن إيش الموضوع، عن ايش طلابنا. المراجعات الثانيه دكتوره سجا مش معاملهم، انا لسه راح اعملهم، راح اعملهم بالايام القريبه، يعني عمالي عم بسجل ماده الجراحه وراح انزل فيها اعلان، راح انزل فيها اعلان على صفحتي على الفيسبوك، وفي عندي صفحه خاصه بدورات الامتياز، صفحه خاصه، صفحه داخل البيج تبعتي على الفيسبوك، صفحه هاي صفحه خاصه بيج في دورات الامتياز. طيب على كل حال طلابنا في عنا كيف نقدر نوصل لروابط المحاضر، الروابط بعثتهم انا قبل، انا محاضرات المراجعات انا بعثتهم قبل طلابنا، بعثتهم قبل في اول المحاضره بعثت الروابط موجودين. اذا الشات اذا بترجعوا بالشات ما بعرف بالشات هل بامكانكم ترجعوا لاوله، بتلاقي موجودين. حل الاسئله بعثت كمان انا رابط، بعثت أنا رابط في الفيديوهات المسجلة فيها سواء المحاضرة اليوم أو المحاضرات السابقة في حل الأسئلة. هسا طلعوا طلابنا المرة أخرى، هو one year، هو رضيع، صار عنده إيش، صار لونه أزرق بعد ما أكل قطعة تفاح. إيش هذا عبارة عن إيش، هذا بنسميه إحنا إيش، بنسميه اللي هي shocking، بنسميه إيش shocking. هسا بنقدر نحضر المحاضرة مرة أخرى؟ بنقدر نحضرها أكيد، تقدروا بإمكانكم تحضروها، بإمكانكم تحضروها أكيد. يتواصل معي أي حدا بده إياها، يتواصل معي بعد المحاضرة على المسنجر أو على الواتساب، يا على المسنجر أو على الواتساب. رقمي أنا موجود إذا بتفتح على صفحتي على الفيسبوك موجود رقمي الأردني، وعلى المسنجر بإمكانك تبعث لي على المسنجر على الفيسبوك. على كل حال the most appropriate next step in the first aid، هذا الطفل عنده اللي هو choking، اللي هو choking شو بنعمل؟ check airway and give 5 breath، اعمل عنده foreign body والforeign body يعمل له choking، عنده اختناق. check airway and give 5 breath يعني شيك الايرواي بعدين اعطيه 5 5 breath، ال 5 breath راح ينعطوا بهاي الحاله، راح ينعطوا mouth to mouth او mouth to mouth and nose. هذا الخيار A. خيار B give up to 5 back blow، اعمل back blow ضربات على ظهره 5 ضربات، بعدين اعمل 5 chest thrust، اعمل 5 ضربات على ايش؟ على الشست، على الاسترنم. ستارت شست كومبريشن، بلش له شست كومبريشن as soon as possible، يعني عمل له external cardiac massage بلغة أخرى. try a finger sweep in the mouth، حاول تدخل إصبعك جوا الماوث وتدور على هاي القطعة عشان تطلعها، to find the apple piece وتطلعها. give up to 5 abdominal thrust، هملخ مانوفر. شو رأيكو هسا؟ في هسه في يعني في اجراء كثير ناس بيعملوه هو اجراء خاطئ، حتى الريكومنديشن بيحكي لك خطا انك تعمله اول شيء. شو هو الاجراء الخاطئ اذا عمله حدا يمكن انه الطفل يروح فيها؟ شو هو اللي بيحكي لك اجراء خاطئ انك تبلش فيه؟ انك تروح تعمل تو فايند اند سويب ان ذا ماوث تو فايند ابل ايش ابل بيس، بيحكوا لك هاي خطا. زمان كان الناس يعملوها، وجدوا انه اذا انت بتدخل ايدك او اصبعك جوا جوا ثم الطفل وتدور عليها، خاصه اذا قعدت عمليه اللي هي ايش عمليه اللي هي فينجر سويب، انك تقعد تدور باصبعك، الطفل بيكون ازرق شوي، بصير ازرق كثير. واضح النقطه ولا لا؟ يعني ايش يعني امه اذا كانت زعلانه شوي بصير زعلان كثير، فهي خطا، هاي ايش خطا بيحكوا لك انك تعمل هذا الشيء. طيب يعني انت يعني هيك الطفل بتجيب الحلقه الاخيره، بتعرف الحلقه الاخيره الطفل هيك يعني بتروح ليه. على كل حال الميوت اول، هي ميوت اول. ها طلابنا انتبهوا شو عندنا هنا، اللي هو تشيك اير واي اند جيف فيو، بحكي لك الجايد لاين للاطفال هذول شو بنعملهم احنا،
شو بيحكي لك؟ If the person is able to cough forcefully and person should keep coughing. إذا كان الطفل able to cough، هنا الطفل ما هو لونه أزرق صار unconscious. If the person is choking and can't talk or cry or laugh forcefully, the American Red Cross recommend 5-5 approach. شو هم ال 5-5 approach؟ اللي هو give 5 back blow. 5 back blow بهاي الوضعية. هاي الوضعية بسموها طلعوا هاي الوضعية، لازم اللي هي بهاي الوضعية لازم يكون prone position، يعني بيكون على بطن الطفل، لازم الهيد يكون الليفل تبعه below the level of the legs، ونعطي اللي هي 5 back blow. بعدين لما نقلبه على الجهة الثانية نعمل check their mouth، نشيك الايش الماوث، إذا لقينا الأوبجكت obvious واضح من قيمه. اما ان ندخل اصبعنا ونعمل سويبنج ونقعد ندور غلط، هذا خطا. هذا ايش خطا؟ اللي هي كيرفولي بيك اوت اني اوبفيوس اوبجكت، اي اوبجكت او اي قطعه مبينه ديمها، ما اذروايز خطا انك تعمل سويبنج وتقعد تدور. سكويز ات اوت. هسه بعد ذلك بامكاننا نعمل ايش؟ شست ثرست، اذا يوزنج تو فينجر جيف اب تو داونورد شست ثرست، اللي هي شست ثرست على منطقه السترم عند الاطفال. هذا الابروش بسموه 5-5 ايش 5-5 approach. هذا بنعطى، لذلك شو البست اوبشن بهاي الخيارات المحطوطه لهذا الطفل؟ check airway and give 5 breath، ولا give up to 5 back blow and 5 chest thrust، ولا start chest compression as soon as possible، ولا try finger sweep. طبعا غلط، give up to 5 abdominal thrust Heimlich maneuver. طلابنا الاولويه لهذول الاطفال ان نبلش ب 5 back blow، بعدين نقلب الطفل وندور اذا لقينا الاوبجكت واضح من قيمه، اذا مش واضح نعمل 5 chest thrust. فالابروتش بي هو الابروتش الصحيح، واضح؟ أبروش بي هو البروش الصحيح. نيجي للبعديها طلابنا، نحكي عن هنا أنا كاتب لك شوية تفاصيل بخصوص اللي هو هسا الأبدومينال ثراست، هي اللي بسموها إحنا هيملخ مانوفر، ولكن بهذا العمر عمر الإنفانت إحنا بنعمل أبروش اسمه 5-5 أبروش، اللي هو نبلش في باك بلو بعدين بنروح للأبدومينال ثراست اللي هو اللي هيملخ مانوفر. واضح؟ ننتبه لهاي النقطة. طيب هون انا حط لك الابروتش والفيرست ايد للتشوكينج انفانت. 11 year old boy was walking alongside his mother، ماشي مع ايش؟ مع امه، to see his general practitioner، عشان يشوف دكتوره، regarding repeated asthma attack، عنده repeated asthma attack. He suddenly collapsed، فجأة الطفل شماله collapsed and did not appear to be breathing، مبين انه ما بتنفس. اللي هي 39 اللي هم الاسعاف او الدفاع المدني 39 call from the patient mother، يعني الأم رنت على الإسعاف على الدفاع المدني، indicated that her son was in cardiac arrest، إنه صار له cardiac arrest. The GP started to give him 5 rescue mouth to mouth breath، يعني GP بلش يعمل للطفل اللي هي 5 rescue mouth to mouth إيش breath. هذا السؤال عن أنو موضوع؟ أنو موضوع دكاترة؟ أنو موضوع؟ شو الموضوع هذا؟ موضوع إيش هذا دكاترة؟ هذا الموضوع بيسألوني عنه كثير الطلاب، موضوع السي بي ار. ممتاز، موضوع الايش؟ السي بي ار. هون بأنو مرحله من السي بي ار احنا؟ في البيدياتريك بيسك لايف سبورت ولا البيدياتريك ادفانس لايف سبورت؟ هذا السؤال عن البي ال اس ولا عن البالس؟ عن البي ال اس ولا عن البالس؟ شو رايكم؟ وهذا البي ال اس، هذا بيدياتريك بي ال اس اللي هو بيدياتريك بيسك لايف سبورت. طيب البيدياتريك بيسك لايف سبورت طلعوها، انا اعطوا للطلاب هذا الامريكان سيستم، American System تبع 2015، الأبديت تبع 2015 اللي هو بيدياتريك بيسك لايف سبورت للهيلث كير بروفايدر. وهون حط لك كمان، حتى حط لك البيسك لايف سبورت تبع البريتش، تبع البريتش سيستم، هذا البريتش سيستم. واضح؟ هسا طلعوا شو عندنا، هسا شو التغير الجديد اللي صار في البيسك لايف سبورت سواء الأمريكان أو حتى البريتش؟ شو بيحكوا لك التغير صار حتى في البيدياتريك والأدلت، حتى في البيدياتريك والأدلت مؤخرا صار في تغير. شو التغير اللي عملوه؟ خاصة تغير عملوه خاصة بال 2015 ركزوا عليه. حدا بيعرف شو هو التغير اللي صار في مؤخرا في موضوع البيسك لايف سبورت؟ انه صار الابروتش بدل ما يكون الابروتش في المريض الدوكومنتد عنده كاردك ارست، بدل ما تبلش اي بي سي، شو صار يحكوا لك؟ نو رول اوف، يعني نو مور اي بي سي. وشو لازم تبلش؟ لازم تبلش سي اي بي، لازم تبلش اي سي، يعني تبلش من الشست كومبريشن بعدين بتروح على الاي واي بعدين على البريثنج. هاي النقطه لابد انكم تعرفوها لانها مهمه سواء عند الادلت بيسك لايف سبورت او عند البيدياتريك بيسك لايف سبورت، مهمه جدا هاي. واضح؟ طيب هسه طلعوا شو عندنا، شو النكست ستيب ويتش جي بي هاز تو دو، لازم الجي بي يعملها ات ذس ستيج. بعد ما عطى الطفل، بعد ما عطى الطفل او الطفل هذا اعطاه ريسكيو ماوث تو ماوث بريفنج،
الايروي ان النكست ستيج ان نعمل اي اند بي ايروي اند بريثنج. شو رايك هاي ستيج صح؟ صح ولا هاي على الاولد جايد لاين؟ اي اند بي خطا، ما حدا بيعمل اي اند بي. الناو الابروش الجديد سي اي بي وليس اي بي سي، هاي مهمه جدا. شست كومبريشن، شو رايك الشست كومبريشن؟ هاي هي الجواب الايش الصحيح، الجواب الصحيح هو الشست كومبريشن. كونكت اي اي دي، الاي اي دي لازم نطلب احنا الاي اي دي، مجرد ما يجي الاي اي دي احنا من من بنعمل له كونكشن، ولكن قبل ما نعمل كونكشن شو لازم الطفل ياخذ؟ لازم نعمل له السي اي بي. قبل ما نعمل كونكشن للاي اي دي لازم الطفل ياخذ الشست كومبريشن اند اند ايروي اند بريثنج. طيب اللي بعديها دكتور محمد، ما هو طلع الام متصله مع الدفاع المدني and indicated that her son was in cardiac arrest. دكتور محمد بيحكي check pulse if under 6 start compression. دكتور محمد طلع شو السؤال كاتب لك، ان المذر indicated يعني المذر ابلغت انها تحكي للدفاع المدني انه ان cardiac arrest الطفل. واضح النقطه ولا لا؟ واضح النقطه هاي. طيب هسه connect EAD هي مش الأولوية لإلها. give shock to Joel Berkeley. shock وين إله رول الشوك طلابنا؟ بأنه نوع من أنواع ال CPR، في البيسك لايف سبورت ولا بالأدفانس لايف سبورت؟ في الأدفانس لايف سبورت وليس بالإيش، في الأدفانس يعني بالأدفانس في بداياتك أدفانس لايف سبورت وليس هنا في البالس، يعني بداياتك أدفانس لايف سبورت. check pulse with within 10 seconds and if no pulse start with chest إيش compression. start with إيش chest compression. شو رأيكوا؟ إيش رأيكوا طلابنا؟ شو رأيكم؟ check pulse within 10 seconds and if no pulse start chest compression. هسه في طلاب جاوبوها، من طلاب كثير جاوبوها اي، حكوا لك check pulse within 10 seconds if no pulse start chest compression. في ناس بيحكي لك start chest compression. شو رأيكم؟ شو الخيار الافضل بهاي الحالة؟ شو الخيار الافضل؟ ان check pulse within 10 seconds then if no pulse start chest compression ولا start chest compression؟ هي بتحكي لك اتصلت بدفاع المدني هذا انديكات تحكي انه الطفل ان كاردك ارست، يعني الطفل اوريدي ان كاردك ارست. لذلك اتوقع الخيار الصح هو بي، ان start chest ايش compression. اتوقع الخيار الصح انه ايش، انه بي. واضح الخيار الصح انه ايش بي، لانه اوريدي المذر بلغ الدفاع المدني انه كاردك ارست. المذر مش راح تعرف كاردك ارست الا انه جي بي حكى لها انه الطفل ان كاردك ارست، فاتوقع هو خيار بي. في طلاب كثير جاوبوا اي بس، ولكن اتوقع انه start chest compression هي الخيار الاصح. هي طلعوا هنا الامريكان سيستم في 2015 ابديت للبيدياتريك بيسك لايف سبورت. اول شيء بنشوف السيفتي، سيفتي للطفل والسيفتي للهيلث كير بروفايدر. بعد ذلك بنشوف الريسبونسيفنس للطفل. بعد ذلك اذا كان الطفل ان ريسبونسيف لازم شاف فور هيلب اند جيت ذا اي دي، لازم نطلب الاي دي. ولازم بعد ذلك نعمل تشيك للبريثنج وتشيك للسيركوليشن ويذن 10 سكند. بعد ذلك اف نو بريثنج اند نو سيركوليشن لازم نبلش السي بي ار. السي بي ار بنبلشه بايش طلابنا؟ بنبلشوا بشست كومبريشن، بعدين ايش ايروي اند بريثنج. افتر 2017 جايد لاين شست كومبريشن كان سيف لايف تو مور ذان 60%. يس دكتور احمد عمري صح، معلومه صحيحه. الشست كومبريشن وجدوا انها بتاثر على الموربيدتي والمورتاليتي، بتقلل الموربيدتي والمورتاليتي اكثر من الايروي والبريثنج. الاي والبي السي لها تاثير على المورتاليتي اكيد عند الادرف وعند البيدياتريك، فهذا صحيح. هسه اي اي دي اناليزس، بعد اول ما يجي الاي اي دي احنا بنحطه الاي اي دي، هو بيعمل اناليزس بشوف الاي اي دي هل هو شوكبل ولا ان شوكبل. اذا شوكبل بيعطي شوك، واذا ان شوكبل ما بيعطي شوك، وبيعطي بيحكي للهيلث كير بروفايدر انه يكمل السي بي ار سايكل. هاي بخصوص هون نحط لكم سي اي بي فيرسس اي بي سي. هيستوريكلي ذا بريفيرد سيكونس للسي بي ار كان اي بي سي، ولكن بال2010 الاي اتش اي الامريكان هارت اسوسيشن للادلت والبيديات غيروها، بدل اي بي سي صارت شمالها سي اي بي. واضح سي اي بي سيكونس لو كومبريشن ذن اير وي ذن بريثنج. دكتور بالنسبه للسؤال 16، الدكتور بالنسبة للسؤال 16، شو السؤال 16؟ سؤال 16 شو ماله؟ سؤال 16 بالنسبة للسؤال 16. السؤال 16 القصد إنه إذا كان الطفل، إذا كان كون الطفل unconscious، كون الطفل إيش unconscious، كون الطفل unconscious بهاي الحالة خطأ نعمل الـ 5 and 5. يعني هسا أتوقع حتى لو كان unconscious
لازم تعمل الفايف اند فايف حتى لو كان ايش ان كونشس، لازم تحاول بالفايف اند فايف ات ليست وان تايم ان كيس اوف فيلد الفايف اند فايف والطفل ما استجاب لها، هاي الحاله بتلجا انك تبلش سي بي ار للطفل. واضح اللي هو يعني ما اتوقع الكونشس لها دور في الموضوع. وات تو دو اف يور بيبي از تشوكينج، ما اتوقع انه ال شو اسمه ال بجوز نتأكد منها موضوع الكونشسنس. دكتورة اللي جاينا بتسألنا عن موضوع الكونشسنس، هل الكونشسنس له دور؟ كم الطفل انكونشس؟ هل الابروش لازم يكون غير؟ ونبلش سي بي ار كان هو انكونشس مثلا، ونعطي بريفنج، نعطي اللي هو نبلش في الاير والبريفنج، نتأكد منها. صدقا انا ما بعرف نتأكد منها انه هل اذا الطفل كان كونشس او كونشس بتغير المانجمنت. انا بعرف هو للتشوكينج بيبي الابروش 5 اند 5، هل الكونشس هل هو كونشس انكونشس له علاقه؟ نشوف احنا نشوف في الموضوع هذا. طيب هسه بيحكي لك لاحظوا هنا هي من النقطة الخامسة، بيحكي لك if person become unconscious perform standard cardiopulmonary resuscitation CPR with chest compression and rescue breathing. إذا كان الجملة هاي طلعوا إذا الطفل become unconscious، إذا الطفل صار unconscious perform standard cardiopulmonary resuscitation and CPR. احتمال بدنا نتاكد منها المعلومه هاي، اذا كانت هاي المعلومه صحيحه انه الانكونشس ما خطا ان نبلش من 5 اند 5 ابروتش، الجواب هيك لازم نبلش سي بي ار للطفل هذا. السي بي ار بنبلش له اتوقع اللي هو بنبلش له في الخيارات هاي كلها راح تكون ستارت تشست كومبريشن اس سون اس بوسيبل تراي تو جيف سوا الدي طبعا خطا راح تكون، الاي كمان خطا راح تكون، فبصف الجواب بين اي اللي هو تشيك اير واي اند جيف 5 بريث أو بين إيش starches compression as soon as possible. يعني احتمال دكتور اللي جاي صدقا أنا ما بعرف، بدي أشوف بدور على الموضوع وتتواصلوا معي إن شاء الله بشوف شو بخصوص الموضوع، هل هو conscious ولا unconscious بتغير في المانجمنت في موضوع choking baby. طيب هسا اللي نيجي للسؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه الأبروتش اللي حكينا اللي هو ABC صار CAB، أرجوكم تركزوا عليه. To decrease the time of initiation of chest compression، هاي مهمة جدا. هسا هون طلعوا هذا الـ British system unresponsive shout for help open airway not breathing normally five rescue breathing five rescue breathing. هذا اللي عمله الدكتور عمله اعطى five rescue breathing إذا كان ما في no signs of life لما يعمل check للـ circulation no sign of life بلش 15 chest compression، لازم تبلش ايش 15 chest compression. كونه الام بلغت الدفاع المدني انه الطفل ان كاردك ارست، فهذا دليل انه الدكتور الجي بي شيك السيركوليشن وما في بلس، فلذلك لازم نبلش في chest compression على الاغلب. طيب نيجي للبعديها السؤال 18 month old infant found unresponsive in emergency department you were there as a health visitor، يعني كنت انت زائر في الامرجنسي ديبارتمنت غاد و 12 مانث يعني انفنت. لاحظوا هون مركزين بالسنه هاي عن السي بي ار، عن الانفنت، عن الانفنت سي بي ار سواء بيسك لايف سبورت بيدياتريك بيسك لايف سبورت او بيدياتريك ادفانس لايف سبورت البالس. 12 مانث جابوه على الطوارئ شو ماله ان ريسبونسيف يو اسك نيرسز تو اكتيفيت اي ام سي، انت حكيت للممرضه انها تعمل اكتيفيشن للامرجنسي ميديكال سيرفيسز اللي هي كود بلو بسموه احنا بالمستشفيات اند برينج اكسترنال ديفيبريليتر، انها تجيب الماشين تبع الاكسترنال ديفيبريليتر يو تشيك ذا بلس، شيكت البلس ات واز ابسنت ما في بلس، مونيتور شو ايس ستول، حطينا الطفل على المونيتور لقينا ايس ستول اكوردنج تو ذا بالس بيدياتريك ادفانس لايف سبورت يور نيكس ريسبونس از تو open the airway انك تفتح الايرواي ولا جيب ابنفرين نص ام ال بير كي جي ولا بيجن سايكل 2 بريث ذن 30 كومبريشن ولا بيجن سايكل 15 كومبريشن ذن 2 بريث ولا اتشاتش اند يوز ديفيبريليتر. شو رايكم مين من هذول حسب البدايات القضاء سبورت هي النكست ستيب؟ الابروبريت نكست ستيب هي دي، لازم تبلش سايكل مره اخرى. ركزين على موضوع ترتيب الاي بي سي، زمان كنا نحكي عن اي بي سي شو صارت سي اي بي، ركزين على هذا النقطه. انتبهولها انه بنبلش احنا السايكل بالسي الكومبريشن بعدين الاير واي بريثنج، بنبلش هسه قديش الريشيو اذا كنا نحكي عن تور سكوير قديش الريشيو بتكون زي ما هو حط لنا اياها بالاجوبه، قديش الريشيو بتكون اذا كنا نحكي عن تور سكوير عن مسعفين، وغالبا في المستشفى بالطوارئ بيكون مسعفين، فبنحكي 15 ل 2. طب لو كان مره سكوير لو كان طبيب لحاله او بعياده 30 الى ايش 30 ل 2 30 ل 2 واضح 15 ل 2 دكتور تركي 15 ل 2 او 30 ل 2 15 ل 2 اذا كنا نحكي عن تور سكوير اذا كان 1 سكوير 30 ل 2 زيها زي الادلف. طيب هاي انا كاتب لكم هنا ان سمري بلان اوف اكشن اوف ان ويتنسد انفنت فاوند ان ريسبونسيف اللي هي بيدياتريك
اللي هي as follows pediatric basic life support. يعني بعد pediatric basic life support شو لازم يعمل؟ activate emergency medical services and ask EED اللي هو EED machine أو external defibrillator. check for definitive pulse إنه موجود ولا لا. recheck pulse إذا كان أقل من 60 per minute لازم تبلش chest compression. in case of no pulse لازم تبلش chest compression. شو الراتيو؟ هي الراتيو 30 إلى 2 إذا كنا نحكي عن 1 risk score أو 15 إلى 2 اللي هي على 2 سكوير او 15 ل 2 اذا كنا نحكي عن اللي هو 30 ل 2 اذا كنا نحكي عن 1 سكوير 1 سكوير عفوا اذا كنا نحكي عن 2 سكوير اللي هي 15 ل 2 واضح هاي مهمه جدا افري 2 مينت لازم نعمل ري اسس للبلس مره اخرى هذا النقطه ننتبه لها طيب هسه اتوقع هون حط لكم انا اللي هي البيدياتريك كاردك ارست الجوريثم تبع 2015 حط لكم ستارت سي بي ار لازم نشيك الرثم هل هو شوكبل ولا نان شوكبل في اف والفي تاك شوكبل بدهم ايش بدهم شوك طبعا والهيستول والبي لا هذول نان شوكبل بس نبلش فيهم سي بي ار دائما في السي بي ار نبلش شوس كومبريشن وبعدين الايش الايروي والبريثنج هاي مهمه جدا هون شويه معلومات عن الكواليتي والسي بي ار عند الاطفال الشوك انرجي قديش هي بتكون والدرج ثيرابي في الحالات الادفانس بيدياتريك لايف سبورت طيب نيجي ل هذا حط لكم الامريكان هذا الاي اتش اي هون انا حط لكم البريتش اللي هو البيدياتريك لايف سبورت اليو كي اللي هو البريتش سيستم إذا كنا نحكي عنه طيب الريشو هي الريشو حاطينها إذا كنا نحكي 5 initial breath 5 نبلش 5 initial breath في البريتش بيحكوا لك بعدين بتبلش 15 ل 2 الريشو اللي هي 15 chest compression إلى 2 breath الريشو بشكل عام في حالات اللي هو بيدياتريك advanced life support طيب 25 year old pregnant lady has tested positive for hepatitis B surface antigen شو يعني إنها positive for hepatitis B surface antigen شو يعني إنها positive for hepatitis B surface antigen يعني شو عندها شو يعني pregnant tested positive for hepatitis B surface antigen شو يعني هذا الاشي شو يعني طلاب يعني شو عندها هاي البريجننت شو عندها هاي البريجننت عندها hepatitis B virus عندها hepatitis B virus عندها infection through her pregnancy the hepatitis B surface antigen lab result was recorded in the prenatal record the optimal management of her infant postnatally postnatally شو لازم الانفنت تبعها او طفلها الرضيع شو لازم نعمل له postnatally give hepatitis B virus vaccine immediately after birth give hepatitis B vaccine immunoglobulins اللي هي HBIG immediately after birth ولا give immunoglobulins will vaccine immediately after birth ولا nothing to give immediately after birth بس اعطي الفاكسين على الشهرين ثلاثة أربعة after birth ولا give hepatitis B virus immunoglobulins and vaccine immediately after birth and repeat vaccine two times على الشهر على ست شهور شو الجايدلاين بتحكي العالمية في خصوص هذا الموضوع بالجايدلاين العالمية بتحكي لك لازم تعطي الهيباتيتس بي immunoglobulins وتعمل تعطي الفاكسين على الزيرو لما ينولد البيبي وعلى الشهر على ست شهور لازم تكرر الفاكسين واضح الإيمونوغلوبولينز والفاكسين بنعطوا at the same time at the same site ولا in different site هذا بيعرف in different site ولا at the same site in different site شو يعني different site يعني left arm and right arm أو left arm and right إيش لك واضح النقطة ولا لا هاي الجايدلاين هاي أنا كاتب لكم إياها بشكل هيك مختصر طيب نيجي للبعديها 3 day old baby was referred to the neonatal clinic by the community midwife The pregnancy was unremarkable. She was born at term with no antenatal abnormality on ultrasound, scan or blood serology. She is now 3 days, عمرها 3 days, and has been jaundiced since day two. من اليوم الثاني صار عندها jaundice بلش. And never required phototherapy. ما احتاجت phototherapy. She is breastfed, يعني الغذاء تبعها breastfeeding, and fed 3 hourly for 20-25 minutes. She is afebrile, ما عندها حرارة, not lethargic, يعني looking well. Her mother reports that the stool are yellow, lono yellow to brown, and she has normal color urine. The total bilirubin 255 micromole per liter. ركز إنه العمر قديش؟ العمر 3 day, عمرها 3 أيام. واللي هو 15 ملغرام بالسليتر and conjugated bilirubin 2 ملغرام بالسليتر What's the most likely diagnosis? هاي الكراتيريا الموجودة بالسؤال الطفل looking well والعمر الطفل 3 أيام وعنده التوتال بيلروبين 255 يعني 15 الدايركت 2 كم الدايركت 2 قديش الاندايركت 2 إذا الاندايركت قديش طلاب إذا 2 الايش الدايركت الconjugated 2 الاندايركت قديش راح يكون من أصل 15 بضل عندنا 13 فالاندايركت 13 شو رأيك وهاي الكراتيريا ماشي مع ايش ماشي مع physiological ايش جوندس هون كاتب لك بلست من الجوندس physiological جوندس بلياتريزا نيونيتال هيباتاتس هايبوثايروزم النيونيتال هيباتاتس شو نوع البيلوربين البعلى نيونيتال هيباتاتس والبلياتريزا شو نوع البيلوربين البعلى
دايركت بيلوروبين، دايركت بيلوروبين، لذلك هذول خطا تماما. الفيزيولوجيكال جانجس والبيس ميلك جانجس والهايبوثايروزم، الهايبوثايروزم بيقدر يرفع البوث دايركت واندايركت. الهايبوثايروزم غالبا بعد الون ويك، الهايبوثايروزم الجانجس تبعها ببلش بعد الون ويك، البليراتريزا كمان ببلش بعد الون ويك، البريست ميلك جانجس غالبا ببلش بعد التو ويكس، ما ببلش ايرلي زي هيك. البريست فيدنج جانجس هذاك ببلش ايش ايرلي، البريست فيدنج جانجس لازم الطفل يكون لوكينج ال، تعبان يكون ليثارجيك. الفيزيولوجيكال جاندس هي خاصيه للفيزيولوجيكال جاندس، وانا حط لك انا شرح بسيط عن الفيزيولوجيكال جاندس. في عندي انا كونجيجيتد هايبر بيلوروبينيا اللي هي الدايركت، وين ذا انفانت دايركت بيلوروبين يكون اعلى من 3 ملي جرام او اعلى من 50 مايكرو مول بير لتر، موست كومن كوز له يا ايديوباثيك نيونيتال هيباتايتس او بيلياتريزيا. واضح الان كونجيجيتد هايبر بيلوروبينيا يمكن تكون فيزيولوجيكال يمكن تكون باثولوجيكال، على العكس من الدايركت. الدايركت الكونجيجيتد اولويز always pathological always pathological بتكون. The most common cause of unconjugated or indirect هي physiological anemia. هي physiological ايش؟ anemia. بتوصل هاي physiological anemia 50% من الأطفال، 50% من الأطفال very common. طيب السؤال اللي بعديه، in 12 year old boy presented to GP with a long history of pallor، عنده شحوب and mildly yellow appearance and recent onset of anorexia، فقدان في الشهية، عنده بلور شحوب and mildly yellow appearance يعني عنده jaundice like picture. He had been in the garden this afternoon as his mother put the washing out. She found him easily fatigued، بتعب سريع، and generalized muscle weakness. On examination, he is well and alert, but has pale skin. Skin عنده pale يعني شاحب. Conjunctiva and beefy red swollen tongue. هاي مهمة. Beefy red swollen tongue. He is not tachycardic. ما عنده تكاردي أو تكبنك. لما عملنا الفحوصات لقينا الهيموغلوبين 9. إيش هذا الهيموغلوبين 9؟ أنيميا. إذا عندنا أنيميا. شو عندنا كمان بالفحوصات لقينا؟ الـ MCV 102. إيش هاي الـ MCV؟ Normal or high ولا low؟ هاي high. هاي إيش هاي؟ MCH 35. MC HC 33 W وايسل كاونت 5 والبليتت 250 يعني عندنا انيميا مع ام سي في عاليه. ماكروسايتوزس عندنا خلايا دم حمراء كبيره زي هيك، اوفالوسايتوزس عندنا خلايا اوفال زي هيك، انيزوسايتوزس يعني خلايا دم حمراء المتباينه باقطارها، انيزوسايتوزس يعني الريد بلود سيل صح كبيره ولكن متباينه باقطارها، وكوليسيتوزس اشكالها مختلفه. الموست لايكلي دياجنوزس هذا البيكتشر بأنيميا مع MCV high مع بيفي ريد سولن تانك، شو مع جوندس، في عنا جوندس او عنا يلو ابييرنس اللي هو جوندس، هذا ماشي مع مين؟ مع انو نوع من انواع الانيميا؟ مع الميغالو، لا مع بلاش الميغالو، بلاش طلاب يزعلوا هسه، مش ميغالو بلاستيك، مع ماكروسيتيك انيميا. مع ايش؟ ماكروسيتيك انيميا. ماكروسيتيك ايش؟ انيميا. حلو جدا، هاي بنسميها ماكروسيتيك انيميا. ما هي اسباب الماكروسيتيك انيميا؟ في عندي نوعين للماكروسيتيك انيميا، يا بتكون ميغالوبلاستيك او بتكون نان ميغالوبلاستيك. نان ايش؟ ميغالوبلاستيك. شو رايكم، هاي ميغالوبلاستيك ولا نان ميغالوبلاستيك؟ هاي ميغالوبلاستيك ولا نان ميغالوبلاستيك؟ شو رايكم، هاي ميغالوبلاستيك ولا نان ميغالوبلاستيك؟ هذا يحكي لي هل هي ميغالوبلاستيك ولا نان ميغالوبلاستيك. شو رايكم، الوايت بلد سيل نورمال والبليتلت نورمال، ما عندي ميغالوبلاست في البلد فيلم، شو رايكم، هاي ميغالو ولا هاي غالبا نان ميغالوبلاستيك؟ واضح يعني هي الدجري تبعها لسه مش شديد لانه يعمل لنا ميغالوبلاستيك. يعني على كل حال، شو الموست لايكلي دياجنوزس؟ ليد بويزنينج. ليد بويزنينج شو بتعمل لنا؟ شنو على الانيميا اللي بتيجي بالليد بويزنينج؟ بتعمل لنا مايكروسيتيك انيميا، اللي هي مايكروسيتيك انيميا، هاي بتعمل مايكروسيتيك انيميا وبكون فيها الايرون عالي. زنك ديفيشنسي، زنك ايش؟ ديفيشنسي، خطا. ايرون ديفيشنسي هاي بتعمل مايكروسيتيك انيميا مره اخرى. الفوليت او بي 12 ديفيشنسي هذا هو الجواب على الاغلب. ارزينيك بويزنينج خطا. الارزينيك بويزنينج يمكن يعمل ميغالوبلاستيك انيميا ولكن هو رير كوز، هو بده الموست لايكلي، الموست لايكلي فوليك اسيد اند بي 12. الارزينيك بويزنينج يمكن يعمل ترى ميغالوبلاستيك ولكن هو رير كوز، الجواب هو فوليك اند بي 12 ديفيشنسي انيميا. لاحظ هون عندي انا التيبيكال بيكتشر اوف ماكروسيتيك انيميا، هاي ام سي في مع انيميا، هاي بتيجي مع الفوليك اسيد والبي 12، بتيجي مع ماكروسيتيك انيميا ماكروسايتوز. طيب regarding nutritional requirement and advice during childhood period for Mellibar women، يعني مرأة خلفت جديد، presented للبيدياتريك كلينيك لعيادة الأطفال، ask about postnatal care، تسأل عن النوتريشنال ريكويرمنت لابنها and advices. All during are true except weight gain monitoring is important. شو رأيكم؟ متابعة الوزن مهم جدا ولا لا؟ يعني الطفل لازم يصير له دبلينج على الأربعة أشهر وخمس أشهر، لازم يصير له تريبلينج على السنة، لازم يصير له كوادريبل على السنتين. شو رأيكم؟ هاي مهمة جدا هاي المعلومات، صح ولا لا؟ لأنها بتعكس نمو البيبي.
تعكس نمو البيبي، تعكس بعض الأمراض. CBC at 3 months of iron deficiency anemia screening. شو رأيكم؟ حدا بيعرف بخصوص هذا الموضوع؟ حدا جربوا آخر امتحان screening for iron deficiency anemia؟ هذا مش مفعل بكل الدول، بعض الدول مفعل فيها، بعض الدول لا، ولكن بشكل عام إذا كنا نحكي عن الأمريكان Association of Pediatrician، أمريكان اللي هي منظمة دكاترة الأطفال الأمريكيين، شو بتنصح متى ينعمل screening؟ عن وقت ينعمل؟ الوقت التيبيكال أو الأيديال هو على السنة، على إيش؟ على السنة، على الوان يير، على 12 مانث. في بعض المصادر بعض المواقع كاتب 9 أشهر، ولكن الأيديال هو على السنة. لازم نعمل إيش؟ على السنة as a screening للأيرون ديفشنسي إيش أنيميا، مش على 3 أشهر. طبعا 3 أشهر شو يمكن نلاقي عند الطفل؟ 3 أشهر شو بنلاقي عند الطفل؟ العمر 3 أشهر شو بنلاقي عند الطفل؟ بنلاقي عنده إيش؟ 3 أشهر من عمر الشهر ونص إلى شهرين عند البريتير، أو على عمر الشهرين إلى 3 أشهر عند التير فول تير بيبي. شو اسم الأنيميا اللي بنلاقيها غالب؟ بنلاقي فيزيولوجيكال أنيميا. هل هاي فيزيولوجيكال أنيميا تستدعي إن نعمل سكرينينج لإلها؟ أو في جايدلاين عالمية بتحكي لك نعمل سكرينينج للفيزيولوجيكال أنيميا؟ لا، ما في داعي. واضح؟ إذا انعمل هيموغلوبين للطفل بهذا الوقت 3 أشهر ولقينا إنه أنيميا، هذا إشي طبيعي فيزيولوجيكال أنيميا، بشرط إنها تكون ضمن الكراتيريا تاعت الفيزيولوجيكال أنيميا. الكراتيريا تاعت الفيزيولوجيكال أنيميا اللي بريتير بوصل 7-9 الهيموغلوبين، والفولتير بوصل تقريبا أراوند 10 اللي هو 9-10 تقريبا. واضح؟ فهنا الثلاث أشهر غلط، 3 أشهر غلط، لازم تكون سنة. في بعض الكتب بعض المصادر كاتبة 9 أشهر لسنة. طيب keep him away from smoking area and smokers. yes الباسيف سموكينج له تأثير زيه زي الايش اكتيف سموكينج، صحيحه. cow milk is a poor source of bioavailable iron. شو رايك الكاو ميلك الحليب البقر او البقري is a poor source، هو عباره عن مصدر فقير في bioavailable iron، يعني الايرون البيوافيلابيلتي له قليله. شو رايكم هاي صحيحه ولا لا؟ هاي صحيحه 100%. الكاو ريتش بات بور ابزوربشن. دكتور محمد، الكاو ميلك هو مش ريتش، الكاو ميلك هو كميته قليله الايرون فيه، الابزوربشن له كميته قليله والابزوربشن له بور. واضح؟ الفورمولا هذا كاو ميلك بيزد فورمولا هي بتكون ريتش بالايرون. الكاو ميلك بيزد فورمولا، الفورمولا المبنيه على حليب البقر هاي بتكون غنيه بالحديد، اما حليب البقر الصافي بيور كاو ميلك الحديد فيه قليل والابزوربشن له كمان شو ماله قليل جدا. البريست ميلك الكمية الحديد قليلة والأبزوربشن كويس. أبزوربشن إيش؟ كويس. طيب نكمل. breast milk provide optimal intake of iron for the first 4 months of life. شو رأيكو؟ breast milk provide optimal intake of iron for first 4 months ولا أكثر ولا أقل؟ شو رأيكو؟ breast milk provide optimal intake of iron لأربع أشهر ولا أكثر ولا أقل؟ شو رأيكو؟ شو المعظم الكتب كاتبة؟ 4 أشهر ولا أقل ولا أكثر؟ اللي بعرفه أنا 6 months مش 4 أشهر، 4 أشهر قليل لا 6 months. لذلك بعد عمر 6 أشهر ينصح إنه الطفل يمشي على فورمولا fortified by iron، يعني مدعمة بالحديد. فلذلك الجملة هاي غلط. فبصفي جواب الجملة الغلط هي بي، باقي الجمل شمالها الهاية breast milk provide optimal intake for first for 4 months، يعني 4 months up to 6 months. لذلك هاي بنقبلها، يعني 4 months to 6 months. الجملة بي على الأغلب هي الجملة الإيش الخاطئة، جملة بي هي على الأغلب الخاطئة. الإي up to 6 months 4 months for the first 4 months وقعناها صحيحة. اللي هي هون كاتب لكم recommend anemia screening، anemia اللي هي iron deficiency anemia أهم واحدة، with hemoglobin blood test all infant at the age of 12 months of age. واضح النقطة؟ طيب سؤال 23. 15 years old girl with background of well controlled mild intermittent bronchial asthma. ركز إنه شو نوعها؟ well controlled mild intermittent bronchial asthma presented to with mouth odor spotty white blotches on the tongue and the throat. شو هاي العلامات؟ ايش هاي اللي هي في عندي mouth odor، في عندنا white blotches موجودة على التنج وعلى الثروت. هاي بتكون ماشي عيش الطفلة مالد انترميت، بتكون ماشي على inhaled corticosteroid، صح ولا لا؟ inhaled corticosteroid هاي side effect للinhaled corticosteroid اللي هو شو هاي النوع side effect؟ شو هاي الموست كومن؟ fungi infection اللي هي fungal stomatitis. fungal stomatitis واضح النقطة. fungal stomatitis regarding management of this girl sign and symptom. management لهاي الطفلة all of the following are true except scrap a sample for microscope. يعني بإمكانك إنه تأخذ سامبل من هاي العينات تبعثها للميكروسكوب عشان تتأكد من التشخيص. stop inhaled corticosteroid، وقف inhaled corticosteroid. use MDI اللي هي device with spacer، في عنا إشي اسمه MDI اللي هو عبارة عن قطعة منحطها على الانهيلر. هاي القطعة
بتخلي نسبة كبيرة من البارتيكل الموجودة بالانهيرة تدخل دايركت لعوين على الاير واي باي باسنج الماوث. هذا بسموه لها MDI ديفايس. طيب اللي هو ميتر MDI ديفايس شارع عنه أنا هنا اللي هي نيجي للبعديها بحكي لك جارجل وذ ووتر، تعمل جارجلينج للووتر، يعمل مضمضه في الووتر افتر يوزنج انهيلر، بعد ما يستخدم الانهيلر يعمل جارجلينج، يعمل مضمضه في ميه. جيف انتي فانجل تريتمنت ان ريفراكتوري كيس، اذا كانت الحاله شديده وريفراكتوري ما راحت بالطرق اللي قبل ريفراكتوري يعطي انتي فانجاي، يعطي زي النستاتين ادويه الانتي فانجاي. شو رايكم؟ هل الستوب اوف انهيل كورتيسترول ينصح فيه بسبب الفانجل ستوماتايتس؟ شو رايكم؟ هل ينصح بالستوب اوف انهيل كورتيسترول لمريض عنده برونكال ازما بسبب شو اسمه الفنجل ستوماتاتس؟ جواب لا ينصح فيه، لانه نسبه حدوث الفنجل ستوماتاتس عاليه جدا، اول شيء هي مش هارمفول كثيره، ثاني شيء بامكاننا نتغلب عنها بالطرق الاتيه بان نعمل جارجلينج بوتر، ان نستخدم ام دي اي ديفايس، وبعض الاحيان نلجا نعطي انتي فانجاي تريتمنت، بس ما في داعي ستوب اوف انهيل كورتيسترول. هاي المانجمنت خطا، باقي الخيارات كلها تقريبا صحيحه. MDI with spacer هذا البيست، MDI with spacer هذا البيست to avoid fungal stomatitis with inhaler. Yes. Biopsy may be used to confirm the diagnosis of oral thrush. Oral thrush اللي هي fungal stomatitis candida most common cause لها. هسه to prevent the thrush طلعوا بنعمل اللي هي gargling with water، هاي مهمة، using an inhaler with spacer، spacer هو MDI spacer. طيب نيجي للسؤال 24. 4 years old male عمره 4 سنوات admitted to clinic at the clinic children hospital with weight loss، عنده مشكلة في الweight loss، أهله ملاحظين polyuria زيادة في إيش التبول، and polydipsia اللي هي زيادة في شرب السوائل، with recent onset لاحظوا ركزوا طلابنا، weight loss polyuria and polydipsia with a recent onset. هسه هذول دائما شو بيجي معهم؟ weight loss polyuria polydipsia، شو بيجي معهم دائما انتم جوز تعلمنا احنا بالطب لما خلصنا من بكالوريوس الطب، قلنا بوليوريا بوليديبسيا ويت لوس اند، كمل الجمله الاتيه، لا في كلمه صح دي ام دكتور محمد، في كلمه الكلمه الرابعه شويه بوليفاجيا صح ولا لا؟ هيك تعلمنا احنا بكليه الطب، بوليوريا بوليديبسيا بوليوريا بوليديبسيا بوليوريا بوليديبسيا بوليفاجيا ويت لوس، هذا شو التشخيص؟ بيجي دي ام صح ولا لا؟ هسه هون مش حاط لك البوليفاجيا، مش حاط لك الايش؟ البوليفاجيا. هسه the mother report that in the last four months she has noticed change in the body behavior. Behavior تبعه صار يتغير and he was constantly thirsty. صار دائما هو عطشان requesting more liquid than usual، بطلب سوائل كثير and become irritable in the absence of water، لما يكون ما في water بكون irritable and had frequent micturition، صار يتبول كثير الطفل. EBGs in the room air أخذناها، شو لقيناها؟ pH 7.15 CO2 25، يعني عندنا respiratory alkalosis، عندنا respiratory alkalosis هنا، وعندنا هنا acidosis وعندنا HCO3 15، يعني عندنا ميتابوليك اسيدوز. اذا شو صارت القراءه هيك؟ ميتابوليك اسيدوز. شو صارت القراءه طلابنا؟ ما هي قراءه الاي بي جيز هنا؟ قراءه الاي بي جيز دي كي اي. لاحظ دكتور ايفون بجاوب انه دي كي اي، لاحظ الدي كي اي شو مكونات الدي كي اي؟ دي كي اي شو مكونات الدي كي اي؟ دي ابيتك يعني الجلوكوز عالي، والكي كيتوزس انه المريض عنده كيتوزس، والاي اسيدوزس لاحظوا انه القراءه انا هنا مبين فيته انه الجلوكوز عالي وانه المريض عنده كيتوزس وعنده اسيدوزس. شو رايكم؟ بالتشخيص هذا؟ يعني هسه كل الطلاب رح يجاوبوا دي كي اي، بس جواب غلط. دي كي اي يعني بالكل القاعه رح يحكوا انه دي كي اي، بس مش دي كي اي الجواب، واضح انه لا، لانه الدي كي اي لازم يكون ثلاث شغلات فيه، لازم هايبرجلاسيميا مع كيتوزس مع اسيدوزس، ما بينفع يكون فيه. هل جبنا سيره الهايبرجلاسيميا؟ هل الجلوكوز جاب سيرته طلابنا بالسؤال؟ طلابنا شو رايكم؟ الجلوكوز جاب سيرته بكل هذا اللي قراته، الجلوكوز موجود؟ هل في جلوكوز في السؤال اللي انا قراته لحد الان؟ الجلوكوز مش موجود، واضح انه كيتوزس. هل جايب لك سيره الكيتوزس سواء في اللابراتوري او بالسؤال؟ الكيتوزس مش موجود، واضح النقطه ولا لا؟ فلذلك خطا الدي كي اي خطا، واضح النقطه ولا لا؟ طيب نكمل SCO3 15. اذا شو قراءه الاي بي جيز؟ انا بيهمني اعرف شو قراءه الاي بي جيز. دكتور محمد عادي بيحكي ميتابوليك اسيدوزس ويز بارشال ريسبيراتوري الكالوزس. طيب ميتابوليك اسيدوزس ويز كومبنساتوري ريسبيراتوري
الكلوزز. طيب هذا شو نسميه احنا القراءة هاي؟ القراءة هاي نسميها partially compensated metabolic acidosis ولا respiratory alkalosis. شو البرايمري اسيد بيز سبانس عند الطفل؟ شو البرايمري اسيد بيز سبانس عند الطفل؟ ميتابوليك اسيدوزس ولا ريسبيراتوري الكلوز؟ شو رايكم؟ اتس بارشلي كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. الطفل عنده بارشلي كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. واضح هذا هو القراءه. يعني لو جاب لك هاي الاي بي جيز حكى لك شو قراءه هاي الاي بي جيز وبجيب له اسئله اي بي جيز في الباطنه بالاطفال، شو قراءه هاي الاي بي جيز؟ هاي قراءتها بارشلي كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. شو لما نحط احنا قراءه الاي بي جيز بنحط البرايمري بروسس ولا السكندري بروسس؟ شو رايكم؟ هذا السؤال دائما بيجينا الطلاب يسالوني عنه. دكتور نحط البرايمري ولا البرايمري؟ دائما بدك تحط البرايمري. البرايمري بروسس اللي هو التغير اللي بيمشي مع البي اتش. شو التغير اللي ماشي مع البي اتش؟ الاسيو 3 ولا السيو 2؟ الاسيو 3. فبدك تحط البرايمري بروسس اللي هو ميتابوليك اسيدوزس. ليش سميناها بارشلي كومبنسيتد؟ لانه البي اتش لسه ما رجعت للنورمال فسميناها بارشلي كومبنسيتد. طيب ليش سميناها كومبنسيتد؟ لانه ببساطه السيو 2 نازل، المريض عنده ريسبيراتوري الكولوز. صوديوم 145، ايش هاي الليفل اوف صوديوم؟ هاي ضمن النورمال رينج، ولكنه ات ويتش سايد؟ على الابر سايد ولا على اللور سايد؟ 145 على الابر سايد، 145 هذا على الابر سايد. البوتاسيوم 3 يعني عندنا اليمنت اوف هايبوكاليميا، عندنا هايبوكاليميا. شو رايك هسه بحكي لك اعتمادا على هاي الكلورايد 115، الكلورايد شو ماله كمان عالي، هايبر كلوريميا عندنا. سيرم اسمولاريتي ليش ان كومبنسيتد CO2 بده يكون نورمال. دكتور ايفون CO2 بده يكون نورمال اذا كان ان كومبنسيتد. دكتور ايفون بيحكي ليش مش ان كومبنسيتد دكتور؟ طب اذا كان ان كومبنسيتد CO2 لازم يكون نورمال. شو النورمال CO2؟ من 35 الى 45. الطفل عنده 25 CO2. CO2 عنده ريسبيراتوري الكلوز. ليش هاي ريسبيراتوري الكلوز؟ هاي عباره عن ايليمنت اوف كومبنسيشن للميتابوليك اسيدوزس. فهذا عباره عن بارشل كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. خطأ إن نحكي أن كومبنسيتد، أكيد ديفينتلي خطأ، لأن كومبنسيتد لازم يكون الأذر بارت أوف كومبنسيشن، السكندري بروسس يكون نورمال، واضح؟ يعني السي أو 2 لازم يكون نورمال. طيب على كل حال شو رأيكم؟ إت إز كومبنسيتد بات نوت فولي، صح دكتور محمد عودي؟ 100% صح، إت إز بارشلي كومبنسيتد، بنسميه بارشلي كومبنسيتد. طيب سيرم أسمولاريتي 310، إيش هاي سيرم أسمولاريتي 310؟ نورمال ولا لو ولا هاي؟ سيرم اسمولاريتي 310 نورمال ولا هذا هاي؟ هاي 310 ايش هاي؟ يعني عندنا هايبر اسمولاريتي، عندنا الصوديوم على الابر ليميت، يعني عندنا ايليمنت اوف هايبر ناترينيا، وعندنا بارشلي كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس، والطفل عنده ويت لوس بوليوريا اند بوليديبسيا. هذا الكومبينيشن جاي مع بيجي مع مين طلابنا؟ بيجي مع الدي اي اللي هو ديابيتس ايش انسيبيدوس، اللي هي ديابيتس انسيبيدوس. واضح النقطه ولا لا؟ هسه في طلاب كثير شو بجاوبوها اول ما يقرا السؤال، خاصه الطلاب هذول المستعجلين، لانه السؤال قديش راح ياخذ بالامتحان؟ هذا بيعرف كم ثانيه راح ياخذ منك السؤال؟ السؤال راح ياخذ منك 80 ثانيه، 80 على النظام الجديد 30 سؤال ب 40 دقيقه، راح ياخذ منك السؤال 80 ثانيه، الطلاب بيقرأوا الاسئله سريعه راح يجاوبوا انه شو مال الطفل عنده دي ام، عنده ايش؟ دي ام، فالجواب شو ماله؟ دي ام، وبكتب للاكزامينر انه شو عنده بالتحديد؟ بكتب للاكزامينر يعني بيجي بكتب له شو عنده بالتحديد عشان يزيد معلومات الاكزامينر، بحكي له مش بس دي ام، الطفل شو عنده؟ احكوا لي شو عنده؟ بيحكي له يعني بيحكي للاكزامينر انه الطفل هذا عنده دي كي اي، عنده ايش؟ دي كي اي. واضح؟ يعني زي كانه انه بده يعلم على الاكزامينر، واضح؟ بيحكي له انه دي كي اي، احكي لك دي كي اي الطفل، واضح؟ وهذا الجواب كله غلط، الجواب شو ماله؟ كله ايش؟ غلط. فبتلاقي لما حدا يجاوب دي ام، الاكزامينر لما يمر جنبه بتلاقيه بيضحك، واضح؟ بيضحك بانه ايش؟ انه وقع بالفخ، انه طالب وقع بالفخ، هو مش دي ام، مش دي ام، هذا ديابيتس انسيبيدس كومبليتي. طيب هذا انا حط لكم معلومات عن ايش؟ عن الدي اي كلينيكال اند لابوراتوري فايندينج في الدي اي، حط لكم عن الدي اي السكر الكاذب، بيسالوا عنه. في عندنا سنترال تايب وفي عندنا نيفروجينيك تايب. سنترال تايب الاي دي اتش بيكون له، النيفروجينيك بيكون رينال ريسبونسبنس للاي دي اتش، بيكون الكدني ان ريسبونسب للاي دي اتش، ولهم اسباب مختلفه. ركزوا على الادويه والالكترولايت ديستربنس اللي بيعملوا دي اي، طلعوا كان بي كوزد باي النيفروجينيك دي اي، كان بي كوزد باي، طلعوا هايبر كالسيميا هايبوكاليميا، هذول ركزوا عليهم. والأدوية ليثيوم اند ديميكلوسايكلين، ديميكلوسايكلين هو اي دي اتش انتاغونست، ديميكلوسايكلين هو اي دي اتش ايش انتاغونست. ركزوا على الأدوية، اللي بتعمل دي اي. طب في أدوية بتعالج الدي اي؟ سؤالي لكم، في أدوية بتعالج الدي اي؟ دكتور ثابت، إذا كان فول كومبنسيتد البي اتش شو لازم تكون؟ دكتور ثابت جاوبني، اذا كان الفول كومبنسيتد البي اتش شو لازم نلاقيها؟
انت جاوبني، اذا كان الاسيد بيس فولي كومبنسيتد يعني هو معدل تعديل كامل، البي اتش وين لازم نلاقيها؟ نلاقيها اب نورمال ولا قريب النورمال؟ لازم نلاقيها قريب النورمال. شو يعني قريب النورمال؟ يعني شو راح الاقيها 7 و15 ولا راح الاقيها 7 و34 7 و33 7 و35؟ هذا لو كانت البي اتش زي هيك 7 و34 7 و33 7 و35 هاي بسميها انا شو ماله، بسميها فولي كومبنسيتد. اما لما تكون 7 و15 كيف بدي اسميه فولي كومبنسيتد؟ هاي عباره عن بارشلي كومبنسيتد. بارشلي ايش كومبنسيتد؟ هل هاي واضحه النقطه ولا لا دكتور ثابت؟ هل هاي واضحه ولا لا؟ لو البي اتش رجعت للنورمال عندي انا بسميها انها فولي كومبنسيتد، البي اتش لساتها نورمال فهي بارشلي كومبنسيتد. واضح؟ طيب طلع عندي هسه شو عندي انا هنا الدي اي، ارجوك ركزوا عليه. شو الادويه المستخدمه بعلاج الدي اي؟ الطلاب كتبوا لنا هنا الدكتور ايفون ما بعرف شو اسمه كتب لنا ثيازايد، ثيازايد اونلي يوزد فور نيفروجينيك دي اي. وشو الدواء الثاني اسمه دي دي اي في بي يستخدموه للسنترال دي اي. هذول الادويه بيستخدموهم للايش؟ لعلاج الدي اي. ركزوا، جابوا مره في الامتحانات انه طب النسيدز مي بي يوزد فور تريتمنت دي اي. حدا بيعرف نسيدز نان استيرويد الانتي انفلاماتوري كان بي يوزد فور تريتمنت نيفروجينيك دي اي؟ هل النسيدز، هذا سؤال اجى بالامتحانات مره، النسيدز من استيراد الانتي انفلاماتوري دراجز كان بي يوزد فور تريتمنت نيفروجينيك دي اي؟ شو الجواب؟ ثرو ستيتمنت ولا رونج ستيتمنت؟ يس يس. شو الدواء بيستخدموه؟ هذا بيعرف شو الدواء النسيدز بيستخدموه لعلاج النيفروجينيك دي اي؟ في دواء بيستخدموه النسيدز لعلاج اندوميثاسين. ممتاز دكتور طويق، ممتاز، حلو جدا، ممتاز. ركزوا الادويه اللي بتعمل والادويه اللي ايش اللي بتستخدم للعلاج، الادويه اللي بتسبب والادويه اللي بتستخدم في العلاج. واضح؟ كاتب لك هون شويه عن العلاج، طلع فيها زايد دورتك هيو، انا كاتب لك اياه هنا. الاندوميثاسين انسيد سيو يستخدم علاج النيفروجينيك دي اي، اما في السنترال مستخدم الفازوبريسين اللي هو دي دي اي في بي اللي هو ديسموبريسين. طيب دينيكلوسايكلين كوز دي اي اند تريتمنت فور سي، هذا صح دكتور محمد عوده، ممتاز 100% صح معلوماتك. طيب 25 14 يير اولد جير فورم اوف نان consanguineous marriage يعني زواج غير أقارب with normal growth and development milestones presented to us with PMI 27 كيلوغرام per متر مربع. يعني عندها عمرها 14 سنة، 14 سنة هي قريبة من الأدلت يعني عندها underweight and progressive generalized darkening and thickening of the skin. يعني عندها progressive generalized darkening and thickening of the skin. So her mother had first noticed the darkening around the axilla and the groin at about 2 months of age. العمر 2 months، تخيلوا على عمر الشهرين. The darkening overweight 27 هذا العمر عفوا overweight. Yes yes أنا بعتذر 27 overweight انتبه بعتذر فكرتها 17 27 هي overweight صح. So her mother had first noticed darkening around the axilla and the groin at about 2 months of age. The darkening gradually progressed to involve over the body part, including the palm and sole. The skin progressively became more hyperpigmented and thick over the flexors area. The menses regular عندها ما في أي مشاكل في المنسس and normal. شو هاي ال darkening in the skin؟ لا طفل عمرها 14 سنه وعندها عندها اوبستي او عندها اوفر ويت، عندها اوفر ايش؟ اوفر ويت. ايش هذا اللون الاسود الموجود على السكن على مناطق الثنيات على الاكزيلا وعلى الجروين؟ ايش بنسميها؟ بنسميها اكانثوسس نيجريجانس. اكانثوسس ايش؟ نيجريجانس. واضح؟ شو اهم سبب موست كومن كوز اوف اكانثوسس نيجريجانس؟ شو الموست كومن كوز اوف اكانثوسس؟ لها عده انواع ولها عده اسباب. موست كومن كوز لها شو هي؟ الدي ام. انو دي ام؟ دي ام تايب 1 تايب 2، يعني انسولين ديفشنسي دي ام ولا انسولين ريزيستنس دي ام؟ دي ام تايب 2. واضح؟ دي ام تايب 2. لاحظ هنا في اللحظه وات ذا بيست لابوراتوري تيست تو ميك ذا موست لايكلي دياجنوزس. نطلب ال اتش اف اس اتش ان جي ان ار اتش، كوننا مشتبهين احتمال يكون عندها اختلالات في السكس هرمون وفي البيتيوتري اوفيريان اكسس، ولا فاستنج بلاد جلوكوز اند اتش بي اي 1 سي نطلب، ولا 17 هيدروكسي بروجستيرون ليفل كوننا مشتبهين عندها كونجنتال ادرينال هايبربليزي مثلا عندها، ولا تي 3 تي 4 تي اس اتش كونها ثايرويد بروبلم مثلا، ولا جروث هرمون. شو رايكم؟ هذا على الاغلب بيجي مع الدي ام تايب 2، هذا بيجي مع الانسولين ريزيستنس، هذول يكون عندهم دي ام، لذلك مطلوب لهم فاستنج بلد جلوكوز اند اتش بي اي 1 سي. واضح النقطه ولا لا؟ هذا الاكنثوس نيجريكانز اسوشيتد وذ اوبزيتي اند انسولين ريزيستنس، هذا اهم سبب من اسبابها اند اذر اندوكراينوباثي. هذول هم الموست كومن تايب اوف اكنثوس نيجريكانز. ارجوكم ركزوا عليها. طيب اباوت نيونيتال كيفالهوماتوما، سالني عن النيونيتال كيفالهوماتوما، بيسالوا عن بالنيوناتولوجي
في بيسألوا عن إشي اسمه الفيزيكال إكزامينيشن للنيونات أول مين ولد. من أحد الفائدة يمكن نلاقيها عند النيونات أول مين ولد كيف الهوماتو اللي هي سكالب ليجن يمكن يكونوا كيف الهوماتوما، يمكن يكونوا كابتشس دانيام، يمكن يكونوا صبيليا الهيماتوما. سألني عن النيونات كيف الهوماتوما أوردرينج أر ترو أكسبت إت ويل ديسابير ويذن 48 أور. هل هاي صح؟ هل هاي خاصية للكيف الهوماتوما ولا هاي خاصية للكابتشس دانيام؟ كابتشس دانيام شو رأيك؟ وهاي خاصية للكابتشس دانيام مش للكيف الهوماتوما، هاي غلط. Subperiosteal blood collection في الكيفيلوماتوما شو رأيكو؟ يعني تحت البريوستيام. يس الكابتشس دانيام بتكون سوبرا بريوستيال يعني برا البريوستيام، أما في الكيفيلوماتوما بتكون تحت البريوستيام، فهي كمان صحيحة Subperiosteal. Avoid diagnostic aspiration، هل في داعي نعمل aspiration لهاي الهيماتوما؟ هل في داعي نعمل الإجراء التقليدي لأي هيماتوما في السكالب إن نعمل aspiration؟ هل هنا في داعي نعملها؟ الجواب لا، ما بنعمل aspiration، ما بنعمل aspiration للكيف الهيماتوما. لذلك هاي الجملة صحيحة 100%. كمان most common site لها over parietal bone، أكثر ضغط بيتم على السكالب على منطقة البريتال فبصير فيها الكيف الهيماتوما. الكيف الهيماتوما it's localized lesion ولا diffuse lesion؟ شو رأيك؟ it is localized ولا diffuse؟ يعني cross suture line ولا don't cross suture line؟ شو الجواب؟ هي يعني إذا حكينا هاي السوتشر لاين، هاي عندي أنا سوتشر لاين، هون عندنا سوتشر لاين، هون عندنا سوتشر لاين. شو رأيكو؟ الكيف الهيماتوما بتكون هاي اللي هي A ولا هاي اللي هي B؟ شو رأيكو؟ مين هي A ولا B؟ الجواب شو هو؟ A. الكيف الهيماتوما A بتكون شمالها localized يعني don't cross sutural line. most common site لها overparietal صحيحة. it's never cross the sutural line كمان صحيحة. اللي كان cross sutural line هي subgalia الهيماتوما أو الكابتشس دانيام. الجواب هو خيار A، الجملة هاي غلط. It will disappear within 48 hours. هاي الكابتس دانيم. أرجوك ركزوا عليه هون. كاتب لك كابتس دانيم. كاتب لك معلوماته. Usually take 48 ساعة to disappear. كيف نعمله؟ Usually take several weeks to disappear. هنا. تقولها كابتس دانيم is external above the periosteum. الكابتس دانيم بتكون above the periosteum. هي صبرة periosteal. أما الكيف نعمله بتكون إيش؟ بتكون تحت الإيش؟ below the periosteum. هي sub periosteal. And don't اللي هي does not cross suture line. الكيف نعمله؟ واضح. طيب نيجي للسبجالي هيماتوما. هاي عبارة عن خليط ما بين فيها خصائص من الكابس الدانيوم فيها خصائص من الكيف الهيماتوما. سبجالي هيماتوما بتكون ديفيوز كان كروس سوشيال لاين. طيب على كل حال كونترا انديكيشن فور لبر بنكشر البي اللي هي الخزعة اللي بناخذها من السائل النخاع الشوكي نعمل بنكشر لمبر بنكشر بنسميه. بروسيجر انكلود اول ثورينج اكسبت سيربرال ماس. سيربرال ماس شو يكون عندهم احتمال؟ شو احتمال يكون عندهم؟ يكون عندهم اي سي بي شماله عالي، ICB شماله عالي. Both are normal finding. إيش النورمال فايندينج؟ Both are normal finding. دكتور حماد علي ما مش عارف شو Both are normal finding. هم فايندينج ما نلاقيهم عند الأطفال. هم نورمال؟ لا مش نورمال، هم abnormal. Both they are abnormal. Both they are abnormal. الكيف الهيماتوما الكاتس دينيم والصب جالي الهيماتوما كلهم abnormal. كلهم abnormality. كلهم بيجوا مع most common risk factor لهم vacuum vaginal delivery. vacuum vaginal delivery all of them they are abnormal. مش normal أكيد مش normal. طيب نكمل طلابنا ال ICB لما يكون عالي هل نعمل إحنا LB ولا ما بنعمل؟ شو رأيكو؟ may give false negative result but it is negative result but it is not contraindicated. دكتور محمد عودة بيحكي إنها بتعطي false negative result. يعني إذا طفل عنده cerebral mass مشخص في CT أو بالـ MRI وعنده هسا ننتبه طلابنا عنده أعراض وعلامات ارتفاع الـ ICB. ما هسا ما هو يجوز دكتور محمد يحكي لك ما هو دكتور مش كاتب لك إنه عنده أعراض وعلامات ارتفاع الـ ICB. طب أنت يعني مشيها واعتبر إنه هو كتب لك إنه عنده أعراض وعلامات ارتفاع الـ ICB. على كل حال يعني ما بنفع ندقق انت للاكزامينر زي هيك، واضح دكتور دي كي ودكتور الشباب ما بنفع انكم تدققوا للاكزامينر زي هيك. يعني ما بنفع انك تدقق للاكزامينر تحكي انت سيربرال ماس لازم تحدد لنا دكتور انه عنده اي سي بي عالي ولا لا. يعني ما بنفع هيك، بدك تكون انت فليكسبل شوي. يعني سيربرال ماس يمكن تؤدي لارتفاع الاي سي بي، اذا كان الاي سي بي عنده عالي وعملت له ال بي احتمال يصير عنده اللي هي هرنيشن. طيب يعني كونترا انديكيشن ولا لا؟ يعني بديش اياها انها ابسولوت. هي ريلاتيف ولا مش ريلاتيف؟ ريلاتيف ولا مش ريلاتيف؟ شو رايك سيربرال ماس ريلاتيف؟ واضح ريلاتيف صح ولا لا؟ طيب ممتاز. شايلد از تيكينج انتيبيوتيك ثيرابي. اذا الطفل ماشي انتيبيوتيك ما تعمل القلبي، شو رايكم؟ هل الشايلد از تيكينج انتيبيوتيك هل ممنوع نعطيه؟
هل اعطاء الانتيبيوتيك هي اصلا كونترا انديكيشن؟ هي ليست كونترا انديكيشن، لا ابسولوت ولا ريليتيف، واضح؟ هسه يفضل ات از بريفيرد قبل ما نبلش الانتيبيوتيك، قبل ما نبلش الانتيبيوتيك بحالات المننجات. وشو نكون عاملين؟ نكون عاملين ال بي، نكون عاملين الاي اتش ال بي، يعني يفضل عمل ال بي بيفور ستارت او انسيت اوف انتيبيوتيك. بس هل اذا بلشنا المريض انتيبيوتيك ال بي بيصير كونترا انديكيشن؟ خطا، لانها بتؤدي الى فورس نيجاتيف ريزلت، صح؟ البي شالد ستيكينج انتيبيوتيك ثيرابي، هاي تؤدي الى ايش؟ الى فورس نيجاتيف ايش ريزلت، واضح؟ طيب شالد ستيكينج انتيبيوتيك، بس هل هي كونترا انديكيشن دكتور محمد عوده؟ هذول بيعملوا فورس نيجاتيف ريزلت، ما اختلفناش، بس هل هي كونترا انديكيشن؟ اذا كان الطفل ماشي انتيبيوتيك از ات كونترا انديكيشن ابسولوت او ريليتيف؟ لا، هي ليست ابسولوت ولا ريليتيف. طيب از نوت ا كونترا انديكيشن سيربرال ماس، لا هي ريليتيف كونترا انديكيشن. سكن بانكشر سايت انفكشن، سايت اوف بانكشر في الظهر، الطفل عنده انفكشن، عنده امبيتايجو او عنده سيلولايتس، شو رايكم؟ هل هاي بنعملها ولا ابسولوتلي ممنوع نعمل؟ ابسولوتلي ممنوع نعمل، لانها ريسك اوف انفكشن، بصير عندنا مننجايتس وميلايتس. طيب ترانسفيرس من الابرالون بي تي اور لو بليتلت، وان ريسك اوف وات؟ اذا كان البي تي عالي الطفل عنده وعنده البليتلت واطي، ريسك اوف وات؟ اوف بليدنج، البليدنج هذا يمكن يعمل لنا مشاكل. اكيوت سبينال تروما، اذا كان الطفل عنده اصلا اكيوت سبينال تروما، اذا عملنا ال بي احتمال شو يصير في هذه التروما؟ احتمال انها تزيد ويصير عندي انا البيكتشر مش واضح للاكيوت سبينال تروما اتسلف، فلذلك الاكيوت سبينال تروما كمان هي ابسولوت كونترا انديكيشن. شو الجواب هون بصفي؟ ليست كونترا انديكيشن ات اول، اللي هي شايلد از تيكينج انتيبيوتيك ثيرابي. شو المعلومه؟ اذا كان الطفل عنده اشتباه مننجاتس يفضل نعمل ال بي قبل ما نبلش الانتيبيوتيك، بس هي ليست كونترا انديكيشن بالمره، واضح؟ هذول هم الكونترا انديكيشن: سكن انفكشن نيرال سايت اوف لامبر بانكشر، سسبشن اوف انكريز انتركرانيال بريشر ديو تو ريبرال ماس مثلا، ان كوركتد كوغلوباثي اكوت سبينال كورد تروما. هذول نقدر نعتبرهم كونترا انديكيشن للال بي. طيب نيجي للبعديها، 4 years old boy is brought to ED by parent with high grade fever، حراره عاليه and cough. He is very shortness of breath عنده and parent explain that the symptom have worsened progressively over the past 24 hour. هسه طلعوا after taking history, physical examination and imaging, the child diagnosed انه عنده bacterial community acquired pneumonia، يعني عنده CAP, bacterial CAP. For next 72 hours, he received oxygen by high flow nasal cannula, as well as أخذ IV antibiotic. Despite this treatment regimen, his fever persists, حرارته بتستمر قاعدة, and he remains tachypneic and tachycardic. هذا ثلاثة بيعلى، والرسبيراتوري عنده بيعلى. هاي النيمونيا، شو بسموها هاي النيمونيا طلابنا؟ بعد ما نبلش 72 ساعة والنيمونيا ما بتستجيب، هاي بسموها refractory pneumonia، بسموها refractory أو resistant pneumonia. هاي refractory pneumonia طلعوا the most important next step in the management to make the most likely diagnosis and definitive diagnosis. بدك توصل لل most likely and definitive diagnosis. شو بيعملوا بهاي الحالات؟ بحالات refractory pneumonia add another antibiotic. هل إضافة another antibiotic بتوصل لك لل definitive diagnosis وتوصلك لل most likely diagnosis؟ شو رأيكم طلاب؟ كيف جاوبوا هذا الجواب؟ إنك ضيف antibiotic ثاني، هل هذا صح؟ هذا غلط. هذا approach صحيح بيعملوه في المانجمنت، إن نضيف antibiotic، إن نقيم أنتيبيوتيك ونضيف أنتيبيوتيك، أو أمراض نرفع جرعة الأنتيبيوتيك، ولكن هو ليس الموست، عشان نوصل للموست لايكلي دياجنوزس أو ديفينيت دياجنوزس، مش هذا. طيب ريبيت شست إكس راي أند سي تي، عيد الإيميجينج، شست إكس راي والسي تي عيدها. احتمال يكون عنده مثلا مش نيمونيا، عنده أشياء غير نيمونيا، عنده مثلا برا نيمونيك إفيوجن أو عنده بلورال إفيوجن. كونتينيو أنتيبيوتيك أند أرانج إيرجنت برونكوسكوبي، استمر على الأنتيبيوتيك واعمل إيرجنت برونكوسكوبي. Repeat spectrum and blood culture, sputum and blood culture. عيد البلد كلشر والبلد كلشر والسبيوتم كلشر، أو arrange for chest MRI. شو رأيكم؟ مين من هذولا يمكن يوصل لي للdefinitive diagnosis؟ للdefinitive diagnosis. هسا السؤال هذا كثير اختلف عليه الطلاب، وأجوبة الطلاب كانت متباينة بهذا السؤال. على الأغلب هو البرونكوسكوبي، لازم you have to إنك تستمر على الأنتيبيوتيك و arrange for urgent bronchoscopy، لازم تعمل إيش؟ urgent bronchoscopy، urgent برونكوسكوبي. أتوقع هذا هو الجواب على الأغلب، على إيش الأغلب. وأنا حط لكم شوية معلومات. نيمونيا that don't respond to treatment poses a clinical dilemma and is a common concern. If the patient not improve within 72 hours, an organism that is not susceptible or resistant to initial empiric antibiotic regimen may be considered. بهاي الحالة إحنا نغير أو نضيف antibiotic، ولكن هاي مش راح توصلنا للdefinitive diagnosis. لأنه هو بده بالسؤال بده definitive most definitive diagnosis. definitive diagnosis عن طريق البرونكوسكوبي، لأنه حتى الصور، هل الصور الشست اكس راي او السي تي او الام ار اي بتوصلني للديفينيتيف؟ شو رايكم؟ هل الصور الايمجينج بتوصلني للديفينيتيف دياجنوزس؟
شو رايكم الديفينيتيف الايميجنج؟ هل الايميجنج متوصلنا؟ لا ما توصلنا. فلذلك الايميجنج حتى غلط. ليش دكتور بحدد المسبب؟ هسه القصبات احتمال يكون هسه شو احد تفسيرات الريفراكتوري نيمونيا؟ شو احد تفسيرات الريفراكتوري نيمونيا؟ حدا بيعرف what is the differential of refractory pneumonia؟ يمكن نحدد نوع البكتيريا. شو الديفرنشال للريفراكتوري نيمونيا؟ ريفراكتوري او ريزيستنس نيمونيا؟ شو هذا؟ يمكن يكون عندنا ايش؟ يمكن يكون عندنا ابسس. ممتاز. يمكن يكون عندنا ايش؟ ابسس. ممتاز. يمكن يكون عندنا ايش كمان عند الاطفال؟ فورين بودي. فورين ايش؟ بودي. طب شو انفكشن يمكن يكونوا انفكشن ريزيستنت للانتيبيوتيك؟ انفكشن معروف ريزيستنت للانتيبيوتيك. ام بي تي. شو الام بي تي؟ ميكوبكتيريوم توبركلوزا. لا مش الامراسي. لا الامراسي مع الانتيبيوتيك تستجيب كويس. الميكوبكتيريوم توبركلوزا هاي من اشهر البكتيريا اللي هذا. شو امراض؟ امراض من انفكشوس كمان بيجي معها نيمونيا ريفراكتوري. شو امراض بيجوا عند البلاك؟ عند بلاك بيبل وعند النون سموكر. ساركويدوزس. ساركويدوزس. واضح النقطه ولا لا؟ ساركويدوزس. هسا بشكل عام هذولا التي بي بتعمل لنا جرانولوما والساركودوز بتعمل لنا جرانولوما. الفورين بادي بامكاني عن طريق البرونكوسكوبي اذا كان في فور بادي اني ابينه. هسا الابسس، الابسس بامكان عن طريق الايمجنج يبين، ولكن بشكل عام اتوقع الموست عشان نوصل للديفينيتيف دياجنوزس اتوقع البرونكوسكوبي هي الايش، الايرجنت برونكوسكوبي هي الايش، شو اسمه الموست اتوقع عشان نوصل للديفينيت دياجنوز. بظهر كل اللي حكيتهم على الاكس راي. الاكس راي بيعمل ديفينيتيف دياجنوز دكتور محمد. التي بي بامكاننا ديفينيتيف نعمله تشخيص عن طريق الاكس راي، والساركودوز بامكانه ديفينيتيف نعمله تشخيص عن طريق الاكس راي. ما بعرف مدى صحه المعلومه هاي، ما اتوقع. والفورم بودي بالعكس 50% من الفورم بودي ذي ار راديولوسنت ما بنشافوا على الاكس راي. ما بعرف بالتفقين معي ولا لا، هل الساركودوزس او التي بي من شخص احنا ديفينتلي عن طريق الاكس راي؟ طبعا لا ما بنقدر. هو بده موست لايكلي اند ديفينيتيف دياجنوز، بدي اوصل لاي شيء ديفينيتيف. اتوقع الايرجنت برونكوسكوبي هي اتوقع هم. طيب هاي الليمفا دينوباثي بالساركودوزس. طيب بس الهاي الليمفا دينوباثي بالاكس راي هل هي ديفينيتيف للساركودوزس؟ هل هي ديفينيتيف دياجنوستيك للساركودوزس؟ حدا بيعرف شو كيف بنشخص عن الساركودوزس؟ الساركودوزس بنشخصه عن طريق كلينيكال زائد ايش؟ زائد باثولوجيكال. كلينيكال زائد لازم يكون عندي كلينيكال بيكتشر. اهم شيء بالكلينيكال بيكتشر البولمونري، بولمونري ساين اند سيمبتوم اضافه للشست اكس راي فايندينج. وباثولوجيكال لازم يكون عندنا. شو باثولوجيكال لازم يكون عندنا؟ لازم نعمل بيبسي للليمف نود شو نلاقي؟ او بيبسي للجرانولوما شو نلاقي؟ لكزياتين ونانكزياتين. نانكزياتين هذول الاثنين مع بعض كلينيكال زائد باثولوجيكال يساوي ايش؟ يساوي ساركودوزس. اذا كان عندي اكس راي فاينينج لحاله ما بنشخص عن الساركودوزس. طيب واضح طلابنا؟ طيب نكمل بعديها. ارجو انه طلابنا ما حدا يعلم على السكرين. طلابنا ارجو انه ما حدا يعلم على السكرين لانها بتبين طلاب بيشكوا من انها مش واضحه الصوره عندهم. ارجو انه ما حدا يعلم على السكرين. طيب ما حدا يعلم على السكرين. طيب هون انا كاتب لك اكسبلانيشن، كاتب لك انه حاط لك بعض المعلومات. also consider broadening the differential diagnosis to include non-infectious etiology such as malignancy طلعوا inflammatory condition أو congestive heart failure بعض الأحيان. في بعض إيش الأحيان كاتب لك هي diagnostic testing may require more complex study when the cause of disease is disapparent. unresponsive cases of pneumonia may require fiber optic bronchoscopy or open lung biopsy بعض الأحيان for definitive diagnosis. عشان نوصل لمرحلة الإيش definitive diagnosis. bronchoscopy help to evaluate the airway obstruction due to foreign body very important أو neoplasia إذا كانوا مشتبهين عنده إيش neoplasia بعض الأحيان. طيب بعديها نيجي للسؤال 29. mother came to GP clinic with 3-month old baby عمره 3 أشهر who has diagnosed with Down syndrome. So she is asking about possible test and investigation for him to perform. الأطفال الداون at high risk of morbidity and mortality ولا لا؟ الأطفال الداون عندهم higher risk in comparison to general population للmorbidity والmortality ولا لا؟ الجواب yes إلهم.
الامراض لهم امراض كثيره داون سندروم. بحكي لك شو الانفستيجيشن او التست for him to perform all of the following are initial screening tests related to Down syndrome except pulmonary aspiration, chest X-ray and echocardiography للقلب, CBC, peripheral blood smear, abdominal ultrasound. شو رأيكو؟ مين من هذولا ليس initial screening test related to Down syndrome؟ الجواب A. الجواب A. هل هذا ال A pulmonary aspiration أو pulmonary biopsy منطق إنه يكون initial؟ هل هذا منطق يكون initial للscreening؟ هل منطق انه يكون انيشال للسكريننج انه هو عباره عن الخطوه الاولى للسكريننج؟ طبعا خطا. ليش طبعا خطا؟ لانه هل هو كوستي افكتيف؟ هل هو كوستي افكتيف؟ هل هو حيكون سعره قليل؟ هل هو كوستي افكتيف؟ لا طبعا. هل هو انفيزيف ولا نون انفيزيف؟ هو فيري انفيزيف، بده دخول للمستشفى، بده اجراء جراحي، بده عمليه. فلذلك هذول ما بنستخدمهم احنا انيشال، واضح؟ الباقيات كلهم بنستخدمهم. شيست اكس راي ايكوكارديوغرافي عشان ايش؟ عشان القلب مهم جدا. بيكون شو الموست كومن كاردك انيمالي، وات از ذا موست كومن كونجنتال هارت ديزيز. وبنعمله احنا بس مش للسكريننج دكتور محمد، البولمر اسبيريشن بنعمله بس مش للسكريننج. الاي سي دي، اي سي دي اندوكاردال كاشن ديفكت اسمه الثاني اللي هو اتريو فنتركولار سيبتال ديفكت اي بي اس دي. طيب سي بي سي، السي بي سي بنطلع على اشياء كثيره منها اللوكيميا بامكاننا عن طريق السي بي سي تبين لنا. البريفرال بلاد سمير، بريفرال بلاد سمير عشان موضوع اللوكيميا كمان بفيدنا كثير. ابدومينال الالتراساوند عشان بدون الاتصال عشان الجي اي انيمالي. شو الموست كومن جي اي انيمالي عند الداون؟ حدا بيعرف شو الموست كومن جي اي انيمالي؟ يجي السؤال هذا بالامتحانات. واتس ذا موست كومن جي اي انيمالي؟ دي اي دودن لاتريزيا. ممتاز. هون حط لكم شويه معلومات عن الداون وعن السكرينينج لهم، عن الداون وعن السكرينينج لهم. طيب اللي بعديها هسه النيك اكس راي. نيك اكس راي بنعملها للسكرينينج للاطفال الداون ولا لا؟ نيك اكس راي، نيك اكس راي. ليش نعمل سكرينينج لايش النيك اكس راي؟ حدا بيعرف ليش؟ يس دي كي، دكتور دي كي بيحكي لك انه يس. ليش يا اسطى؟ السبلكسيشن، اتلانتو اكدل سبلكسيشن. ممتاز ممتاز. ات هاي ريسك اوف اتلانتو اكدل سبلكسيشن. حلو جدا. طيب طلعوا السؤال 34 ويك جيستيشن فيميل نيو بورن واز بور 28 ييرز اولد وومن هو بريجننت كومبليكيتد باي جي دي ام افتر برولونج سكند ستيج اوف ليبر ويتش اندد باي ايمرجنسي اس شي ستارتد تو بي ديبرست بلشت انا اصير ديبرست سيروتك لونها ازرق جرانتنج عندها تكبنية افتر 4 اورز بعد 4 ساعات من الولاده تشيس اكس راي لقينا عندها طلعوا لقينا عندها اير برونكوجراما اير برونكوجرافي اند ديفيوز جراوند جلاس ابييرنس ايش هذا البكتشر هاي كي وورد واضحه جدا جراوند جلاس ابييرنس عمرها 34 ويك ايش هاي هاي ار دي اس هاي شو مالها ار دي اس البرونكوبولمونري سيبليزي هاي لونج تيرم كومبليكيشن للار دي اس يعني ما بنشخص احنا عن طريق الكلينيكال بكتشر والتشيس اكس راي بنشخص برونكوبولمونري سيبليزي لا الار دي اس من شخصه عن طريق الكلينيكال بيكتشر وش اسمه في الجواب ار دي اس الجواب ايش ار دي اس واضح النقطه ولا لا هسه ننتبه طلابنا انه هسه الميكونوم اسبيريشن مع مين بيجي الميكونوم اسبيريشن بيجي مع نوع عمر لما يكون البيبي شماله يا يكون البيبي تير او بوستر لما يكون البيبي تير او شو يكون بوستر واضح النقطه ولا لا طيب نيجي اللي بعديها هسه ترانزيت تكبني اوف نيو بورن الاكس راي شو بتكون هذا بيعرف هذا الترانزيت تكبني اوف نيو بورن بسموه ار دي اس تايب 2 ار دي اس تايب 2 حدا بيعرف هذا بيجي هل بيجي معاه فايندينج في الشيست اكس راي ولا بتكون نورمال تي تي اس تي تي ان اللي هو ترانزيت تكبني الشيست اكس راي شو بتكون معاه هذا بتكون كومبليتلي نورمال ما في عندي جلاند جلاس ابييرنس ولا تريكسس هاي بتكون نورمال طيب نكمل نيجي اللي بعديها الريسبيرتوري ستريس سندروم او الهيني ممبرين ديزيز ارجوكم ادرسوه مهم جدا بيسالوا عنه في الامتحانات واضح نو هايبوكسيميا صح ديك صح ما بيجي معاه هايبوكسيميا بيكون ترانزيانت شيء عابر طيب حاط لكم انا اللي هون الار دي اس الايتيولوجي الباثوفيسيولوجي الابيديميولوجي له ساين اند سمبتوم تبعونه دياجنوزس اند تريتمنت له تريتمنت ايش له 40 ويك هيلثي ميل انفانت وذ بيرث ويت اللي هو 2 كيلو 900 جرام واز فورم تو نورمال فاجينا دليفري اند هاد نو سكن eruption at birth skin eruption according to the mother had appeared بلشت تظهر abruptly فجأة على اليوم الثالث the infant had numerous firm and discrete pale yellow لونها pale yellow pustules pustules عبارة عن حبيبات أصغر من يعني زي البوبيولز زي البابيولز البوستيولز هي عبارة عن حبيبات أصغر من الـ من الـ من الفيزيكال حجمها بيكون 1 إلى 2 مليمتر بوستيولز لونها بيل يلو in diameter surrounded by redness احمرار and swelling back background of the skin localized in the trunk موجود على الترنك على الاكستريميتي على الفيس
ايش هذا البيكتشر لابوراتوري شو ايزينوفيليا وعندها ايزينوفيليا ايش هذا هذا بسموه اريثيما توكسيكام نيوناتارا اريثيما توكسيكام ايش نيو ناتارا واضح موست لايكلي ديجنوستس اريثيما توكسيكام نيوناتارا حط لكم صوره لها هي اريثيما توكسيكام نيوناتارا بتكون عباره عن بابيولز هاي البابيولز بيكونوا بوستولز 1-3 ملم وبيل يلو بيكون والبيز تبعها بيكون ريدنس احمر هذا يسموها اريثيما توكسيكام نيوناتارا نيوناتارا ارجوكم ركزوا عليها هسه الاريثيما انفكتيوزم شو بتعمل لنا الاريثيما انفكتيوزم شو بتعمل لنا بتعمل لنا سلاب تشيك بتعمل لنا احمرار على الخدين بسموه سلاب تشيك واضح انه خطوره لا الاريثيما انفكتيوزم هون بنسميها اريثيما توكسيكام نيوناتارم واضح الاريثيما توكسيكام نيوناتارم بدها علاج ولا اتس سيلف ريزولفينج الاريثيما توكسيكام نيوناتارم اتس سيلف ريزولفينج ولا بدها علاج اتس سيلف ريزولفينج بتروح لحالها ما بدها ولا اي علاج طيب السؤال بعديه سؤال 32 اللي هو previously healthy 17 years old female presented to emergency department with chief complaint of band like epigastric pain عندها band like epigastric pain يعني epigastric pain band يعني زي الدائرة زي الدائرة frequently episode of nausea and vomiting these symptoms associated with headache مع وجع الرأس and recent started shortness of breath on physical examination on history and physical examination she was found to have 3-day history of low grade fever and progressive painful facial and neck swelling هاي مهمة ترى progressive painful facial and neck swelling the swelling started in the left side بلش في left side then became bilateral صار bilateral laboratory test لقى serum glucose عالي يعني عندنا hyperglycemia وعندنا serum amylase عالي عندنا element of pancreatitis وهون الألم band like epigastric pain ماشي مع pancreatitis All of the following are might be associated with girl likely diagnosis success. شو likely diagnosis عند هاي البنت؟ شو likely؟ شو infection likely بهاي البكتشر؟ شو likely؟ عندنا neck swelling and facial swelling mumps virus. ممتاز. mumps virus بيعمل acute pancreatitis ولا لا؟ بيعمل acute pancreatitis ولا لا؟ أكيد بيعمل acute pancreatitis. طلعوا acute hemorrhagic pancreatitis. طلعوا هاي يمكن نلاقيها might be associated with mumps ولا لا؟ بنكرتاتس بيصير ولا ما بيصير اكيد بيصير بنكرتاتس منينجو انكفالاتس شو الموست كومن كومبليكيشن للمامس فايروس عند الاطفال اللي اقل من 10 سنوات حدا بيعرف شو الجواب موست كومن كومبليكيشن للمامس فايروس عند الاطفال اللي اقل من 10 سنوات الجواب منينجو انكفالاتس ترى طب الاطفال اللي البنات الجيرل الاعلى من 10 سنوات شو الموست كومن كومبليكيشن اذا حكى لي موست كومن كومبليكيشن للجيرل الاعلى من 10 سنوات الجواب هو ايش اوفيرايتس طب عند الميل او البوي الاعلى من 10 سنوات الجواب اوركايتس على كل حال اوفرايتس الصحيحه منينجو انكفالاتس الصحيحه كومبلكس سبوت كومبلكس سبوت وين بنلاقيها هاي بانو مرض كومبلكس سبوت وين بنلاقيها بنلاقيها في الميزلز بنلاقيها وين في الميزلز بنلاقيها في الميزلز فهنا كومبلكس سبوت غلط ديفنس بنلاقي يمكن بيعمل ديفنس ترى واوفرايتس بتعمل فالجواب كومبلكس سبوت كاتب لكم هنا انا المامس كومبلكس سبوت اسوسييتد وذ ميزلز نوت فور مامس والمامس كاتب لك عنه معلومات انا بشكل سريع سيمبتومز كومبليكيشن دياجنوستيك تيست كاتب لك عنه طيب 7 years old girl is well هي well and she leaves for school يعني she well when she leaves for school يعني كانت كويسه لما راحت على المدرسه but arrive home وصلت للبيت رجعت للبيت afterward with sore throat احتقان بإيش بزورها and runny nose عندها سيلان من أنفها she is also complaining of cough عندها cough and sneezing عطاس and facial heaviness the most likely diagnosis بهاي الطفل عمرها 7 سنوات هل هو viral lower respiratory infection ولا viral upper respiratory infection ولا infectious croup infectious croup شو يعني infectious croup يعني laryngeal tracheal bronchitis اللي هو viral ولا acute epiglottitis ولا acute برونكايتس شو رايكو هذا ايش دكتور حماده بيحكي لك هذا كورونا فيروس ممتاز هذا كورونا فيروس حلو جدا غير خيار الكورونا فيروس شو هذا عنده فايرال ابر سبيرت تراكت انفيكشن واضح فايرال ابر سبيرت تراكت ايش انفيكشن فايرال ابر سبيرت تراكت ايش انفيكشن هذا هو البي جواب طيب الكومن كولد بسموه كومن كولد ابر سبيرت تراكت انفيكشن او نازوفارينجايتس كله نفس التسميات موست كومن كولد رينو فيروس او رينو فيروس طيب you consider girl to have delayed puberty if she has lack of breast development by the age of what متى بنسميها احنا delayed puberty لما يكون البريست ديفلوبمنت ما صار at which age 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 ولا 16 شو رايكم 13 سنه 13 ايش سنه واضح النقطه ولا لا 13 سنه طب لو حكينا عن المينارك لو حكينا عن المينارك لو كان السؤال مينارك you consider girl to have delayed puberty if she has lack of menark by the age of مينارك مينارك يعني first menstruation الجواب شو ماله 16 اذا كانت مينارك بيكون الجواب شو ماله 16 سنه
من الجواب صحيح. أما السكندري سكشوال كاركترستيك اللي هم البريست على 13 سنة، أرجوك ركزوا على هاي النقطة هون، كتب لكم معلومات عن الديليد بوبرتي، طلعوا الديليد بوبرتي بيحكوا لك اللي هو لاك أو سكندري سكشوال كاركترستيك البريست باي ذا ايج اوف 13 عند الجيرل، وباي ذا ايج اوف 16 بالنسبة للمنستريشن اللي هي المنارك، والبويز باي ذا ايج اوف 14 بالنسبة للديليد بوبرتي اللي هي تستيكولار انلارجمنت، إذا انلارجمنت اوف تستيكل ما صار باي عمر ال 14. طيب البريكشس بوبرتي عند الجير ما هو العمر اللي نسميه بريكشس بوبرتي؟ النضوج المبكر عند الجير، عند الفيميل هذا السؤال بيجي بالامتحانات، عند الفيميل 8 سنوات، عند الميل، عند الميل عند البوي 9 سنوات. واضح ممتاز، هذا السؤال بيجي بالامتحانات بيجي كثير. 3 years old male shall present history with high grade fever 13 days. ركزوا high grade fever 13 يوم، هاي مهمة فترة طويلة هاي. swelling in the neck، عنده swelling in the neck for 7 days and skin exfoliation، عنده تقشر في الجلد in the balm and sole of the feet of for 3 days. He was seen and treated by pediatrician in the private clinic who might prescribe and did all of the following except. شو البيكتشر هذا؟ قريب من انه مرض. 13 يوم حرارة، high grade fever مع swelling في النك for 7 days مع exfoliation، هذا كوزاكي ديزيز. ممتاز. هاي دوز اسبرين، كيف بدنا نعرف انه كوزاكي؟ من الخيارات، اذا بتقرا الخيارات تعرف انه كوزاكي. هاي دوز اسبرين تل فيفر ديكلان لمده 48 ساعه، شو رايكم؟ هاي دوز اسبرين يعطى ولا لا يعطى للحراره؟ يس ايش يعطى، وهو اصلا اللي هو افضل دواء انتي انفلاماتوري بعد الاي في اي جي الهاي دوز اسبرين. فاحنا بنبلش انا عاده على الاي في اي جي مع هاي دوز اسبرين. اي في هيموجلوبينز over 8 to 12 hours لازم نمشيهم على IVIG. شو رايكم IV hemoglobins؟ IVIG اصلا هي الفيرست لاين اوف تريتمنت كوزاكي ديزيز. اموكسيسيلين، هل في الانتي بيوتيك له اي دور في علاج الكوزاكي؟ صح دكتور احمد، بس هذا الاكسبشن لاعطاء الاسبرين عند الاطفال. الكوزاكي والروماتيك فيفر هم التو اكسبشن لاعطاء الاسبرين عند الاطفال. الريس سندروم صحيح بيصير، ولكن في عندي تو اكسبشن لاعطاء الاسبرين عند الاطفال اللي هم الروماتيك فيفر والكوزاكي. الاموكسيسيلين له دور طلابنا، طلاب المعانا. الاموكسيسيلين له دور ما له اي دور؟ الاموكسيسيلين ما له اي دور، هذا الجواب. ايكوكارديوغرافي مهم جدا ولا لا؟ ايكوكارديوغرافي لازم نعمله ونتابع الطفل، لازم نعمل له فولو اب، لازم نعمله على الثلاثة وعلى الستة، واذا كان نورمال نعيده على الثمانية وحتى على 12 ويك. شو رايكم؟ صحيح اكيد. ليش احنا بنعمل ايكو؟ عشان ايش؟ خايفين من ايش؟ خايفين من ايش؟ من كورونري انوريزم، كورونري فيزل انوريزم، لانه هذا المرض تصيب الميديم فيزل منها الكورونري ارتري. بريدنيزولون 2 ملغ بير كي جي اي في فور 5 دايز، شو رايكم؟ البريدنيزولون ماي بي يوزد ولا لا؟ البريدنيزولون ماي بي يوزد ولا لا؟ البريدنيزولون maybe used، يستخدم ولا لا؟ يستخدم، ولكن نستخدمه as a first line ولا second line؟ شو رايكم؟ حدا بمكان يحكي لي بريدنيزولون is a first line ولا second line of treatment كوزاكي؟ بريدنيزولون is a first line ولا second line؟ second line. ممتاز. شو الفيرست لاين؟ شو هم التو اوبشنز اوف فيرست لاين؟ ما هم الفيرست اوبشن او الفيرست لاين اوف تريتمنت كوزاكي؟ اي في اي جي اند هاي دوز اسبرين. ان كيس اوف فيلر اي في اي جي اند هاي دوز اسبرين نلجأ بهاي الحالة لإيش؟ للستيرويد. واضح النقطة ولا لا؟ بالامتحان شو بصير الستيرويد؟ بالامتحان سحكوا لي أنتم، بالامتحان شو بصير الستيرويد؟ الامتحان بصير الستيرويد بيعالج السيربرال بلسي. تعرفوا السيربرال بلسي هو الشلل الدماغي؟ تعرفوا أطفال السيربرال بلسي؟ الستيرويد بيعالجهم. واضح النقطة ولا لا؟ الستيرويد أحكي لكم شو بيعالج؟ بيعالج الكورونا، كورونا فيروس. تعرفوا الكورونا فيروس؟ الستيرويد بيعالجها. هاي انتبهوا انه هذا غلط، هذا ايش غلط؟ اعرف انت الستيرويد مش هو الفيرست لاين، هو السكند لاين. بشكل عام اعطاء الستيرويد عند الاطفال سيستماتيكلي انترافينسلي او اورال هو انبريفيرد. بشكل عام هو ايش؟ انبريفيرد. طيب الانديكيشن للستيرويد في الاتش اسبيربرا اللي هو موست كومن فاسكولاتس عند الاطفال، متى بنعطي ستيرويد في حالات الاتش اسبيربرا؟ الستيرويد بنعطيها في الكوازاكي لما الطفل يكون عنده ريزيستنت ريفراكتوري كوازاكي، الحراره ظلت عاليه اللي هي مش الحراره. بالنسبه للاتش اسبيربر حدا بيعرف متى بنعطي ستيرويد؟ هل الستيرويد هو فيرست لاين ولا هو سكند لاين اوف تريتمنت اتش اسبيربرا؟ فيرست لاين للاتش اسبيربرا؟ لا هو مش فيرست لاين. نعطي الستيرويد في حالات معينه. شو الاونلي انديكيشن فور ستيرويد اوف اتش اسبيربرا ان بيشنت وذ اتش اسبيربرا؟ حدا بيعرف؟ ما بنعطي الاي في اي جي بالاتش اسبيربرا. الاتش اسبيربرا السلف ليميتنج بروح لحاله، الاتش اسبيربرا غالبا سيلف ليميتنج. اذا الطفل صار عنده جي اي كومبليكيشن، لاحظ دكتور ايفون بحكي لي دكتور هاي معلومه قديمه، اذا صار جي اي كومبليكيشن جي اي مانيفيستيشن عندها بنعطي ستيرويد، اذروايز احنا ما بنعطي ستيرويد للاتش اسبيربرا. الاتش اسبيربرا غالبا سيلف ليميتنج والبرنوز له فيري جود. مجرد ما صار عندي جي اي مانيفيستيشن هيباتوسبلينوميجري لمف ادينوباثي ميلينا كونتينوس دياريا بهاي الحالات او ابدومينال بين بنبلش نعطي ستيرويد، اذروايز ما بنعطي احنا ستيرويد للاتش اسبيربرا لانه بروح لحاله. طب ما هو اهم انديكيتر للمورتاليتي والموربيديتي في الاتش اسبيربرا؟ هل هي الجوينت مانيفيستيشن
ولا الجي اي مانيفستيشن ولا السي ان اس مانيفستيشن ولا الكيدني مانيفستيشن؟ حدا بيعرف؟ اجى السؤال هذا بالامتحانات. رينال، لاحظ دكتور محمد بيحكي، دكتور محمد هاي المعلومه بنعرفها وعارفينها دكتور، رينال اللي هي الهيلاميرولونفرايتس هي اهم شيء بالايش اللي بريدكت الموربيديتي او المورتاليتي عند مرضى الاتش اس بيربرا، اللي هي اللي هي بريدكت اند ستيج رينال ديزيز. طيب ارجوكم ركزوا على هاي المواضيع بالروماتولوجي، ركزوا على الكوازاكي وعلى على الاتش اس بيربرا، هذول اهم موضوعين في الروماتولوجي بدكم تركزوا عليهم. الفاسكولايتس في الكونكتيف تيشو بدك تركزوا على الجوفينال روماتويد ارثرايتس والاس ال اي، ركزوا عليهم. هون حط لكم انا معلومات، هي الاي في اي جي هو الفيرست لاين، هو الاسبرين طبعا، هو الاسبرين اي في اي جي هو الفيرست لاين، اذا خيرك بين الاي في اي جي والاسبرين الاي في اي جي هو الفيرست لاين. واضح؟ الاسبرين بنعطي هاي دوز بعدين بنعطي لو دوز، اول تقريبا 72 ساعه بنعطي هاي دوز، اذا الحراره بلشت تخف بنحول من هاي دوز للو دوز. ليش بنعطي اللو دوز اسبرين؟ حدا بيعرف واي لو دوز اسبرين از انديكيتد ان كوزاكي؟ لانه شو بصير عندهم كومبليكيشن؟ بصير عندهم ثرومبو، ثرومبو ايش؟ ثرومبو شو بصير عندهم؟ طلاب بصير عندهم ثرومبوزس، شو سبب الثرومبوزس عندهم؟ ليش بصير عندهم ثرومبوزس؟ حدا بيعرف ليش بصير عندهم ثرومبوزس؟ لانه بصير عندهم ثرومبوسايتوزس، البليتلت كاونت عندهم بعلى، فهذول بنعطيهم ايش؟ بنعطيهم لو دوز اسبرين. طيب الكورتوكسترويد هو سكند لاين وليس فيرست لاين، نستخدمه للحالات اللي ايش؟ ريفراكتوري فور اي في اي جي اند اسبرين. It may be considered in addition to اي في اي جي اسبرين in high risk patients للحالات اللي ايش؟ ريفراكتوري للتريتمنت. طيب السؤال اللي بعديه سؤال 36، 12 year old male boy presented with fever and sore throat for 5 days لمدة 5 ايام. Was given oral penicillin by his primary care doctor. After a day he developed an erythematous non pruritic rash which progressed proximally from both feet to the thigh and upper extremity including palm and sole. Later the feet become swollen with moderately intense burning pain aggravated by ambulation. On physical examination there was pharyngeal erythema, عندنا pharyngeal erythema, petechia on the soft palate and cervical lymphadenopathy واضح جدا, nodular and non-tender non-blanching purpuric rash involving both upper and lower extremity. Two days later the patient developed abdominal pain involving the right and left upper quadrant with was constant colicky in nature aggravated with meals and associated with hematemesis and watery stool. About the most likely diagnosis of Ringer Truxeb, طلعوا الخيارات المحطوطة هنا. Only 5% of the cases can progress into the chronic end-stage renal disease. It's a clinical diagnosis. Hematuria is the most common renal manifestation. It is rarely associated with arthralgia. It has a self-limiting nature in 70% of the حالات. So it has a good prognosis. شو هذا البيكتشر؟ شو هذا البيكتشر؟ لاحظ عندي أنا بعد 5 أيام من upper respiratory tract infection الطفل صار عنده بيربرا، صار عنده بيربرا، هاي مهمة جدا في السكن، عنده بيربرا من بروريتيك راش، هذا الراش نوعه بيربرا، وعنده جوينت انفولفمنت، عنده أرثرالجيا، وعنده جي اي مانيفستيشن. ايش هذا؟ هذا شو بسموه؟ ما يعني هسا ما بعرف، يمكن انه تحكوا عنه انفكشوس مونوكليوزس، بس هو ليس لايكلي يكون انفكشوس مونوكليوزس، هو على الاغلب اتش اس بيربرا. هذا البكتشر هو اتش اس بيربرا، اتش اس بيربرا، واضح النقطه ولا لا؟ اتش اس بيربرا. طلعوا هون شو عندنا، المريض عنده جي اي مانيفستيشن وعنده جوينت مانيفستيشن وعنده سكن مانيفستيشن، كل هذول جايات مع ايش؟ مع الاتش اس بيربرا على الاغلب. طلعوا الخيارات 5% اوف كيسز كان بروجريس تو كرونيك اندستاجنزي، شو رايك هاي صحيحه عند اتش اس بيربرا المعلومه ولا لا؟ اللي هو نسبه قليله، نسبتهم 5% بيروحوا للاندستاجنزي، هاي المعلومه صحيحه عند اتش اس بيربرا. اتس ا كلينيكال دياجنوزس، شو رايك؟ اتش اس بيربرا اتس ا كلينيكال ولا اتس لابراتوري دياجنوزس؟ اتس ا كومبليتلي كلينيكال دياجنوزس. هل في داعي نعمل بيبسي للاطفال اللي عندهم اتش اس بيربرا؟ شو الجولد ستاندر لتشخيص الاتش اس بيربرا؟ هذا بيعرف شو الجولد ستاندر؟ انه شو ماله؟ انه ناخذ بيبسي من السكن اللي هو سكن بيبسي. لما ناخذ بيبسي من السكن بنلاقي في عندنا فاسكولايتس، واضح النقطة ولا لا؟ هذا هل بنعمله روتيني للأطفال اللي عندهم اتش اس بيربرا أو حتى اللي عندهم كوازاكي؟ شو رأيك هل بنعمله روتيني؟ لا، الكوازاكي والاتش اس بيربرا البوث اوف ذم ذي ار كلينيكال دياجنوزس، واضح؟ ال
ممتاز دكتور حماد. دكتور دي هسه بنشوفه هيماتوريا از ذا موست كومن رينال مانيفيستيشن. شو رايكم موست كومن رينال مانيفيستيشن للاتش اس بيربرا شو هي؟ هي نيفروتيك سندروم. اهم اعراض من اعراض النيفروتيك سندروم شو هي؟ الهيماتوريا. فهي صحيحه اتس ريرلي اسوشيتد وذ ارثرالجيا. هل هي ريرلي الارثرالجيا والجوينت مانيفيستيشن قد ايش نسبتها بالاتش اس بيربرا؟ هذا بنعرف شو الموست كومن مانيفيستيشن اوف اتش اس بيربرا. هي البيربرا نسبتها 100% او نسبتها بجوز 98%. شو السكند موست كومن مانيفيستيشن اوف 70 ل 80%؟ دكتور وفاء بيحكي 70 ل 80% بيجي بالفرجه. هاي ال 70 ل 80% بتمثل رير. اتس ريرلي اسوشيتد وذ ارثرالجيا ولا اتس يوجوالي اسوشيتد وذ ارثرالجيا. بالعكس اتس يوجوالي اسوشيتد وذ ارثرالجيا. فلذلك اتس كومنلي غلط هاي دي. اتس هاز سيلف ليميتنج نيتشر. شو رايكم الاتش اس بيربرا بده علاج ولا هو سيلف ليميتنج؟ على الاغلب هو علاجه سيلف ليميتنج، ما بده اي علاج. 90% بروح لحاله in children, so it has a good prognosis. في نسبة قليلة يمكن نحتاج نعطيهم استيراد إذا كان عندنا GI manifestation فقط. هون أنا كاتب لك الخصائص. The joint involvement is seen in the up to 2/3. تخيلوا 2/3 يعني تقريبا 70% من المرضى اللي عندهم HS paper. هاي النسبة عالية. طيب infections commonly associated with febrile seizure include كل الآتي ما عدا الانفكشن اللي بيجوا عادة مع febrile seizure. كل الآتي ما عدا acute attacks media, acute pharyngitis, viral pneumonia, roseola, bacterial meningitis. شو رأيكم؟ شو الخطأ؟ هذا السؤال سهل جدا. هذا السؤال سهل جدا جدا جدا. واضح النقطة لا؟ بكتيريا الإيش منينجاتس. هسا اللي بجاوب أي شيء غير البكتيريا المنينجاتس شو بصير في الكمبيوتر؟ شو بصير في الكمبيوتر عنده؟ بفصل. واضح بصير شافته سودة. يعني بتلاقيه دغري بفصل، بتلاقيه بيطلع ريحة. يعني بتطلع بتشم الكمبيوتر بتطلع ريحة. ليش؟ لأنه الداتس فيبرال سيجر بيعرف إنه الفيبرال سيجر لازم من أحد الكرايتيريا للفيبرال سيجر لازم يكون شو نوع الانفكشن. شو لازم تكون؟ اكسترا كرانيال انفكشن. اكسترا كرانيال ايش انفكشن. فلذلك البكتيريا المنينجاتس خطا. البكتيريا المنينجاتس شو ماله؟ خطا. البكتيريا المنينجاتس بدون الفيفر اصلا، نفس المنينجاتس بدون الفيفر هو بيعمل سيجر. فلذلك الفيبرال سيجر هاي خطا، انتبهوا لها. نيجي للبعديها. ال 9 years old boy was referred to Jordan University Hospital with low grade fever, حرارة, low grade cough and sore throat for 5 days. In the first day of illness he had been taken to rural clinic. يعني هو شكله ساكن في منطقة ريفية، أخذوه لرورال كلينيك، منطقة ريفية إلى كلينيك ريفية. diagnosed with pharyngitis. عنده pharyngitis. The patient was prescribed oral antibiotic and acetaminophen. خافض الحرارة بنادول. By the third day, باليوم الثالث illness his fever has gradually declined. حرارته خفت. And sore throat had his result. راح sore throat. However, he subsequently became worse. صار وضعه أسوأ. And experienced neck swelling. صار عنده neck swelling and dyspnea, ضيق في النفس and dysphagia, حتى صعوبة في البلع. He also had harsh breathing sound. In fifth day of illness, his parents took him, أخذوه للجاردن University Hospital. His vital signs show blood pressure 100 على 60, ضغطه نازل. Heart rate عنده 133 عالي. Temperature 37.5, حرارته صارت عالية. Respiratory rate 32 يعني تكبنك. Room and room air oxygen saturation 75 يعني هاي بوكسن كالطفل. His tonsils were inflamed and had white bleeding patches. عنده نقاط bleeding من زفه. ايش هاي كاركتريستيك لايش؟ لنوع من انواع الفرنجاتس. white bleeding patches هاي كلمه مهمه جدا لنوع من انواع الفرنجاتس. ما بنلاقيه في المدن، بنلاقيه في مناطق ريفيه. شو هو هذا؟ ديفتيريا فرنجاتس، صح ولا لا؟ and he had inspiratory strider. يعني عنده كروب وعنده strider. regarding the most likely diagnosis, all of the very important part of management except. شو رايكم في المانجمنت الديفتيريا؟ كله صح بعدها. بنسلين اي في بده ولا لا؟ بنسلين اي في. بنسلين يستخدم لعلاج الدفتيريا. البنسلين كفر كارينيا بكتيريا دفتيريا ولا لا؟ يس. البنسلين بغطيها. انتي توكسن بدهم انتي دفتيريا توكسن ولا لا؟ بدهم انتي دفتيريا توكسن اللي هو بده توكسن. ايرويس كيورينج بده ايرويس كيورينج ولا لا؟ هاي بوكسمك الطفل عنده سترايدر. هاي بوكسمك وعنده سترايدر. شو رايكم؟ طفل هاي بوكسمك وعنده سترايدر زي هيك. شو رايكم؟ هذا الطفل بده اير مانجمنت، بده انتراكل تيوب ولا لا؟ بده انتراكل تيوب. الطفل بيدخل هايبوكسين وبتوفى الطفل بعدين. اي سي جي مونيتورينج، شو مميز التوكسن تبع الدفتيريا؟ بياثر على ايش؟ شو اهم تاثير للتوكسن تبع الدفتيريا؟ ياثر على ايش التوكسن تبع الدفتيريا؟ ياثر على منطقتين مهمات. ياثر على القلب بيعمل ميوكارديتس، ياثر على الاعصاب بيعمل نورايتس. لذلك لابد نعمل اي سي جي مونيتورينج ونعمل كارد، يعني نعمل كارديولوجي مونيتورينج ولا لا؟ اكيد بدنا نعمل اي سي جي مونيتورينج. الديتاب فاكسين، هل الديتاب فاكسين لها اي دور في علاج الدفتيريا ولا الديتاب لها رول في الوقايه؟
ديتاب فاكسين لها دور في العلاج ولا بالوقاية؟ شو رأيكم؟ الديتاب فاكسين لها دور في الوقاية وليس بالعلاج. الديتاب فاكسين ما لها أي دور في العلاج. الديتاب فاكسين يعني ما له أي دور. الديتاب فقط فور بروفيلاكسس وليس للإيش تريتمنت. سؤال 39 11 year old boy. He has background cystic fibrosis presented to GP clinic with feeling chest heaviness and palpitation and first time during sports session. He has transferred immediately to closest hospital. عملنا له ECG لما وصلنا على 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 المستشفى طلعوا ECG. هاي هو ECG. شو سألوهم بالامتحان هذا؟ سألوهم بيحكوا لك according to this ECG what's the heart rate of the boy. شو رأيك بالheart rate؟ هذا الأول شيء عشان نحسب الheart rate نطلع regular ولا irregular. هذا regular ولا irregular؟ هذا regular ولا irregular؟ شو رأيكوا؟ is it regular ولا irregular؟ هذا regular ولا irregular رسم؟ هذا irregular رسم. لا لاحظوا المسافة هنا، مسافة هون، لاحظوا المسافة هنا، بعدين المسافة هنا، بعدين المسافة هون. هذا irregular. في الحالات irregular قديش باخذ؟ أنا باخذ 6 ثواني. 6 ثواني يعني شو سرعة الإيسيجي الطبيعية؟ هي 25 مليمتر بالإيش بالثانية. 25 مليمتر بالثانية يعني 5 مربعات كبيرة بالثانية. 5 مربعات كبيرة بالثانية يعني بدي أنا 6 سكند كم مربع كبير بطلع؟ بضرب 6 ضرب 5 بطلع قديش؟ 30 مربع كبير. باخذ 30 مربع كبير بحسبهم، بحسب قديش كيو راس فيهم، وبضرب الناتج ضرب قديش؟ ضرب 10. إذا حسبت أنت 30 مربع هنا بيطلع عندك تقريبا الكيو ار اس 12 وحده، فبتضرب 12 ضرب 10 بيطلع عندك قديش؟ 120. هذا بحالات الريجولر. حالات الريجولر ببساطه بتشوف قديش الكيو ار اس بين قديش مربع كبير بين كل كيو ار اس كيو ار اس، وبتقسم 300 على قديش؟ على عدد المربعات الكبيره ما بين الار بالار، ما بين الار بالايش والار. على فرض كان مثلا 2 لارج سكوير قديش بيطلع؟ اذا كان ريجولر و2 لارج سكوير قديش بيطلع الهارت ريت؟ إذا كان 2 regular و 2 large square بطلع 150. إذا كان 3 large square regular بطلع 100. إذا كان 4 large square regular بطلع 75. واضح؟ هاي إذا كان regular. إذا كان regular بدك تأخذ 30 مربع كبير تشوف قديش فيهم كيورات تضرب ضرب 10. طيب على كل حال السؤال بعدين سؤال 40. The recommended age for MMR vaccine administration according to the National Jordanian Vaccination Program is or are. ما هو ال recommended age أو ages للMMR؟ شو رأيكم؟ 12 مان 18 9 12 شو رايكم اللي هي 12 18 اللي هي السنه والسنه ونص. هذا بالخيارات المتاحه، هذا الجدول انا حاط لكم اياه. السؤال اللي بعديه سؤال 41. 7 years old present with sudden onset and rapidly progressive chills قشعريرة fever حرارة vomiting headache lethargy physical examination show temperature 39.7 red purple, palpable, non-blanching spot, mostly in the lower extremity and buttocks. All of the following are true above the most likely diagnosis, except. شو رأيكم هنا؟ What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis عند هذا الطفل? What is the most likely diagnosis عند هذا الطفل؟ مرة أخرى 7 سنوات, sudden onset, rapid progressive chills, قشعريرة, vomiting, headache. Physical examination, عندنا temperature very high. عندي purple اللي هو purple palpable spots mostly على lower extremity and buttocks. All of the following are true about the most likely diagnosis except. It is associated with high fatality if untreated. It is more severe course in children than in adult. It can be complicated by adrenal hemorrhage. شو المرض هذا؟ adrenal hemorrhage. لحالكم طلعوا في الأسئلة زي هيك اللي مش حاطين لك التشخيص عن طريق الخيارات تعرف شو التشخيص. شو أدرينال هيمورج؟ شو المرض هذا؟ أدرينال هيمورج طلابنا الدارسين اللي دارسين مادة الأطفال 4 أو 5 مرات، في طلاب كنت أقابلهم عايدين مادة الأطفال 4 أو 5 مرات، بيحكوا لي دكتور أدرينال هيمورج مبين التشخيص. ممتاز دكتور محمد، بيحكي لي ووتر هاوس فيدريسن سندروم هذا الدكتور. إذا شو التشخيص؟ منينجوكوكسيميا. هل هذا البيكتشر بيكتشر منينجوكوكسيميا ولا لا؟ هل هذا البيكتشر هاي جريد فيفر مع بيربرا سكن راش مع فوميتنج اند هيديك اند ديفارجي اند فيفر، شو رايك وهذا بيكتشر منينجوكوكسيميا ولا لا؟ يس هذا بيكتشر منينجوكوكسيميا. ات از اسوسييتد وذ هاي فيتاليتي. المنينجوكوكسيميا المورتاليتي ريت فيها عالي ولا لا؟ هاي فيتاليتي يعني هاي مورتاليتي. شو رايك؟ يس الجواب هذا صح، الخيار هذا صحيح، مورتاليتي ريت فيها عالي. راش اند هايبوتنشن. يس راش اند هايبوتنشن. ات از مور سيفير كورس ان شيلدرن ذان ادلت. شو رايك المنينجوكوكسيميا اخطر عند الاطفال ذان ادلت؟ يس عند الاطفال المنينجوكوكسيميا بتأدي المورتاليتي ريت فيها عالي. It can be complicated by adrenal hemorrhage أكيد. Recommended duration of treatment 3 weeks. هل المنينجوكوكسيميا الكورس اوف تريتمنت 3 ويكس؟ متى احنا بنعطي في حالات المنينجات 3 ويكس كورس اوف تريتمنت؟ لأنه حالة من حالات المنينجات بنعطي 3 ويكس. 3 ويكس يعني لونج 3 ويكس يعني قريب الشهر، 3 أسابيع. 3 أسابيع بنعملها بحالات ايش؟
حالات الجي بي اس مننجايتس، جي بي اس اللي هي جروب بي ستروكتايب، حالات النيونيتال مننجايتس، هاي الحالات بنعمل 3 ويكس. اذروايز بالعكس مننجايتس الكورس اوف تريتمنت له قصير. طلعوا الكورس اوف تريتمنت، انا هون معلق لكم عليه. الكورس اوف تريتمنت غالبا قصير بيكون، هيو ريكومندد لينث اوف ثيرابي فور انكمبليكيت مننجايتس ديو تو ستريب نيمونيا 10 الى 14 يوم، فور هيب 7 days to 10 days، لان سيرم مننجايتس هذا 5 to 7 days. لاحظ انه سيرم مننجايتس اقصر واحد، بس اسبوع بكفي، 5 أيام لاسبوع بكفي. فلذلك 3 ويكس خطا. 3 ويكس هذا متى بيكون؟ بحالات طلعوا الجي بي اس مننجايتس، حالات الايش الجي بي اس مننجايتس، فلذلك هاي انتبهوا لها. لذلك هاي خطا. يو كان سند تشايلد باك تو سكول بعد 48 ساعه من الكومبليت ريكفري. صار عندي كومبليت ريكفري بعد 48 ساعه بكانك توصل توديه للمدرسه، يس ما في داعي تعمل له ايزوليشن. واضح مجرد ما صار تحسن الطفل بلشنا ننتبهك لمده 48 ساعه، 48 ساعه بكفي. واضح مجرد ما بلشنا الانتيبيوتيك لمده 48 ساعه بامكانك بعدين ما تعمل له ايزوليشن، يعني الايزوليشن تقيمه عنه. هاي الريكومنديشن بخصوص الايزوليشن لمرضى اللي هو المننجوكوكال مننجايتس. 42 اللي هو 6 years old girl has a one day history of rash. It started in her face and then spread to the trunk. راش بلش على الفيس بعدين صار على الترنك. Prior to developing rash he had 4 day history of runny nose, pink eye with crusting, barking cough, high fever حرارة عالية. She was never immunized because her parent believes بيعتقدوا انه ما في داعي للهومنايزيشن اهلها. An examination temperature is 39.4 high grade fever. عندي macrobubular rash most prominent على الترنك. They are 3 tiny whitish round spot in her buccal mucosa. ايش هذا البكتشر؟ ايش هذا البكتشر؟ buccal mucosa عندي انا spot لونها وايت، وعندي skin rash بلش على الفيس وعلى على الفيس ونزل على الترنك، ولون ونوع الراش ماكروبابلر مع هاي جريد فيفر، هذا ميزلز. وابوت ذا موست لايكلي دياجنوز كله صح ما عدا فيتامين اي ريكومندد فور تريتمنت. اكيد الفيتامين اي مهم جدا في علاج الميزلز، بيقلل الكومبليكيشن. لانه شيلدرن اندر ذا ايج اوف 6 مانث دونت يوجوالي جيت ذا انفكشن. شو رايكم هل الاطفال اندر ذا ايج اوف 6 مانث دونت يوجوالي جيت ذا انفكشن؟ هاي صح ولا غلط؟ هاي جمله صح ولا غلط؟ هاي الجملة صحيحة. ليش؟ هم محميين من إيش؟ قبل عمر 6 أشهر بيكونوا محميين من إيش؟ محميين من الماتيرنال إيمونوغلوبلينز. في عنا IgGs موجودين من الأم. هذول IgGs بيحملوا إيش الأم؟ بيحمو يعني بيحمو الإبن أو طفلها أول 6 أشهر. هاي صحيحة. The causative virus is DNA virus. الكوز هو DNA virus. خطأ. الميزل شو نوع من الفيروسات؟ هذا بيعرف شو نوع الميزل من الفيروسات؟ It's RNA virus. RNA virus. It is a clinical and rarely need for laboratory confirmation. التشخيص المرض هذا clinical نادر ما نعمله laboratory diagnosis أو confirmation. هاي صحيحة. Pneumonia is the most common fatal complication. حدا بيعرف شو most common complication of measles؟ Most common complication overall للميزلز. حدا بيعرف شو most common complication؟ سؤال إجا بالامتحانات هذا. Most common complication of measles is. ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ acute attacks media. ممتاز دكتور محمد، ممتاز دكتور دكتور طوي. طب شو most serious common complication, most serious fatal complication, most serious fatal complication common, most يعني common serious complication pneumonia. طب rare fatal complication, rare most common rare fatal complication اللي هي sub acute sclerosing band encephalitis. Sub acute sclerosing band encephalitis ممتاز. اللي sub acute sclerosing band encephalitis ممتاز. طيب نعرفها الروبيولا، اسمه الفيروس اسمه روبيولا تبع الميزلز، هو RNA virus. سؤال 43. سؤال 43 بدي انا لاني بدي انهي المحاضره الان. طلعوا شو عندي هنا، طلعوا البيكتشر هنا. 2.5 years old boy hyper activity. لاحظ صار عنده hyper activity، عنده neurological manifestation. عايش في old apartment building وفيها بيلنج، يعني الدهان عماله عم بنزل على الأرض. gate صار عنده مشكلة بالجيت في المشي. and ataxia صار عنده ataxia and his speech صار فيه مشكلة. hemoglobin 8.5 عندنا أنيميا، والأمسي فيه low، يعني عندي microcytic anemia. شو رأيكو neurological manifestation مع هذا lead poisoning؟ lead poisoning هون سألني عن إيش most important to start therapy and confirm diagnosis. شو الموست اللي بدك تعمل؟ urine lead level ولا serum urine level، serum iron level عفوا، ولا serum lead level، ولا free erythrocyte proto porphyrin level، ولا basophilin stabling in the blood film؟ الجواب اللي هو lead level. serum lead level هو افضل شيء. هو ايش افضل شيء؟ هون حط لكم عن السيدروبلاستيك انيميا وعن lead poisoning. عن lead poisoning بشكل مختصر. lead poisoning definition تعريفها etiology
الباثوفيسيولوجي، ما هو الرقم above which بتحكي انت عندك lead poisoning؟ حدا بيعرف شو الرقم؟ الرقم هو اللي هو ليفل اقل من 9 بنعتبره نورمال، اكثر من 10 بنعتبره ايش؟ بنعتبره ابف 10 على ما اظن، هذا بيعتبر ليد ليفل ابف 10 ملي جرام بير ديسليتر، هذا كونسيدر شماله اب نورمال، ابف 10 سيرم ليد ليفل. طيب ذا موست كومن بريزنتنج ساين اوف شايلد ابيوز شو هو؟ موست كومن بريزنتنج ساين، هل هو هيد انجري، ريتينال هيموريج، برين كرابتشر، سكن كات اند بروزس، سكن كات اند بروزس؟ واضح. مور ذان 5 يوز باليو اس ام ال اي، انا بعرف معظم المواقع حاط اكثر من 10 ملغ للسليتر، يوز اكثر من 5، الارقام هاي تتراوح بين الكتب. سكن كات اند بروزس هي الموست كومن بريزنتنج ساين اوف شايلد ابيوز اوفر اول. بعديها طلعوا الانبيدياتريك medical emergency the survival rate can increase with good neurological outcome if rapid effective cardiopulmonary resuscitation is done. The long term survival rate يعني احتمالية انهم يعيشوا بعد ما نعمل CPR long term survival rate can reach up to قديش بعد ال adequate CPR سواء بيدياتريك basic life support او advanced. غالبا هو كانوا نحكي عنا long term rate يعني نحكي عن اللي هو PALS بيدياتريك advanced life support. شو رايكم؟ قديش هل هي 10% بتوصل 30% 50% 70% ولا 90%؟ اللي بتكون موجوده ان شاء الله الاسبوع اللي احنا فيه، يعني ان شاء الله الاسبوع الحالي ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله. قديش النسبه هي؟ حط لكم شويه معلومات. انا according to the information published by National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation بيحكوا لك about 43 الى 64 of resuscitated patients experience ROSC، بصير عندهم ROSC، ولكن while 36% من البيشنت live for 24 hour 25 الى 33% هم اللي بصير عندهم survival to discharge. survival to discharge يعني long term ايش؟ long term survival او long survival rate، هذول هم اللي بعيشوا اللي هو survive to discharge اللي هو 25 الى 33. لذلك على الاغلب الجواب اللي هو النسبة هاي 30%. اللي بعديها ذا ترو هيموغلوبين كات اوف فور ديفينيشن انيميا، ارجوك ركزوا على الكات اوف اللي هو الليفل اوف هيموغلوبين بيلو واتش يو كونسيدر يور شايلد از انيميك. هذا الليفل بيختلف حسب الاعمار، حسب الاعمار ايش بيختلف. هون حط لكم شويه معلومات. 11 جرام بالستريتر بيلو 11 من عمر 6 اشهر الى عمر 5 سنوات، من عمر 5 سنوات 11 سنه اقل من 11 ونص، من عمر 12 سنه الى 14 سنه اقل من 12، عند النون بريجننت ليدي اقل من 12 النار بريجننت ليدي. طب البريجننت ليدي اقل من قديش؟ اقل من 11، اقل من ايش؟ 11. ولكن ركزوا اقل من 11 نسميها انيميا، ولكن 11 ل 10 هاي نسميها ترو ولا فولس انيميا. الدارس النسائي والتوليد من 11 ل 10 نسميها ترو ولا فولس انيميا، هاي نسميها فولس انيميا. اقل من 10 نسميها ترو انيميا، نسميها ترو انيميا. طيب عند المن اقل من 13، واضح؟ طيب الريفرسبل جول بلادر سودو ليثيازس ديتكتبل باي ابدومينال التراساوند during treatment of bacterial meningitis، شو أهم سبب من أسبابها؟ شو أهم من أسباب إنه لقيت gall bladder stone عند طفل أو عند طفل كان منعالجه إحنا للbacterial meningitis؟ مين من هذول الإجابة؟ سيفتازيديم ولا سيفوتاكسين ولا سيفتراكسون ولا ميروبينم ولا كلورامفينيكول؟ كلنا بنعرف إنه سيفتراكسون بيعمل لنا إيش اسمه يالو بيبي سيندروم. تعرفوا يالو بيبي سيندروم، يلو بيبي ايش سندروم، هذا بيعمل سيستراكسون. طب مين اللي بيعمل ريد بيبي سندروم؟ ريد بيبي سندروم او ريد، هو ريد مان انا سميته ريد بيبي، يمكن يجي عند البيبي عادي يعني. ريد بيبي سندروم مين بيعمله؟ ريد بيبي مش الكلورامفينيكول ايفون، غلط. ريد بيبي مين بيعمله؟ فانكومايسن. طب مين بيعمل جري بيبي سندروم؟ جري بيبي سندروم مين اللي بيعمل جري بيبي سندروم؟ جري بيبي سندروم كلورامفينيكول، واضح ولا لا؟ كلورامفينيكول، صح ولا لا؟ ممتاز. طب مين اللي بيعمل بلو بيبي سندروم اللي هو لونه زي السنافر؟ بتعرفوا السنافر؟ بتعرفوا السنافر سنفور؟ كنت تحضروا السنافر انتو؟ بلو بيبي سندروم مين بيعمل بلو بيبي سندروم؟ في دواء كارديولوجي بيعمل اميودارون، ممتاز دكتور ايفون، اميودارون بيعمل بلو بيبي سندروم، واضح؟ بلو بيبي سندروم، يلو بيبي سندروم، واضح. طيب حلو جدا. طيب اللي بعديها شو اجابه 47 دكتور؟ 47 انا بجوز لاني 47، شو 47؟ وين 47؟ هي 47، هي 47، 47 هي بدي انزل لونه، لسه ما وصلنا له. شو بجوز 46 47 47 اللي هي هاي الترو هيموغلوبين كت اوف لهاي للبي 11 ونص للاطفال عمرهم 5 ل 11 ييرز. لاحظوا انا حط لك اياها بالجرام بير سريتر، انا هون كاتب لك اياهم بالجرام بير، حط لك اياهم هون بالجرام بير سريتر، هون حط لك اياهم انا بنفس الشيء حط لك اياهم بالجرام بير سريتر. هسه ننتبه انه هون 11 ونص هاي هي الصح، الباقيات كلهم خطا، واضح؟ الباقيات كلهم الارقام خطا، واضح؟ لل 6 ل 59 مانث اللي هي من 6 اشهر الى 5 سنوات
اللي هو ترو كات اللي هو 11 وليس ايش وليس 12، من 12 الى 14 سنه، 12 الى 14 سنه اللي هو 12 هون حط لك اياها 13 غلط، هي لازم 12. النانا بريجننت هي خطا 10، هي النانا بريجننت بتكون شمالها بتكون 12 حط لك اياها 10، المين 12 غلط هي 13 واضح. طيب ال 48 شو الموست لايكلي فايندينج في الاي بي جيز لطفل عنده سيستك فايبروزس؟ هذا السؤال بتكرر دائما، طفل عنده سيستك فايبروزس اجانا نعمل له اي بي جيز، شو الموست لايكلي ان نلاقي عنده؟ شو الموست كومن مانيفيستيشن للسيستك فايبروزس بتؤدي الى اسيد بيز ديستربنس؟ هذا بيعرف شو هي اهم مانيفيستيشن عند السيستك فايبروزس تؤدي الى اسيد بيز ديستربنس. هذا بيعرف شو هي اهم شيء بيصير عندهم انتستينال ابستراكشن. هذا الانتستينال ابستراكشن شو بيعمل لنا؟ بيعمل لنا فوميتنج. شو بيعمل لنا؟ فوميتنج. الفوميتنج شو بيجي معاه؟ هذا بيعرف شو بيجي معاه من هذولا هايبرناترميك بيجي معاه هايبرناترميك طبعا، هايبوكلوريميك والهايبركلوريميك طبعا، هايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوزس. فالجواب هو عباره عن هايبرناترميك هايبركلوريميك ميتابوليك الكالوزس. هذا الجواب سي. هذا السؤال اجى كثير في الامتحانات 50 اخر سؤال. لاحظوا السؤال هذا عن الايمونولوجي، 2 مانث اولد انفانت كونجنيتال هارت ديزيز عنده، عنده كليفت بلات هوسبيتالايزد وذ كف اند تكبنيا، في الهستري لقينا عنده سيجر الطفل، لما عملنا له شست اكس راي لقينا الثايموس ما لها شادو والكالسيوم عنده لو. ايش هذا البكتشر؟ هذا البكتشر اسمه ايش؟ اسمه اللي هو داي جورج سندروم. داي جورج سندروم شو نوع الايمون الايمون ديفشنسي في الداي جورج سندروم؟ هل هو فاجوسايت ديفشنسي ولا كابلمن ديفشنسي ولا لينفوسايت ديفشنسي؟ الجواب هو لينفوسايت. بي سيل ولا تي سيل ولا كومباين؟ تي سيل ايمون ديفشنسي. واضح الداي جورج سندروم. هل هذولا شو البيست اوبشن او الجولد ستاندرد فور تريتمنت اوف داي جورج سندروم؟ هذا بيعرف شو البيست او الجولد ستاندرد اوف تريتمنت؟ هايبو ناتريميك هايبر كلوراميك ميتابوليك الكالوزس. هايبو ناتريميك هايبو كلوراميك ميتابوليك الكالوزس، لازم هايبو ناتريميك هايبو كلوراميك ميتابوليك الكالوزس. خيار دي دكتور انا اسف، خيار السؤال رقم سؤال رقم 47 لازم يكون هايبو ناتريميك هايبو كلوراميك ميتابوليك الكالوزس. خيار دي هايبو هايبو. دكتور ما بعرف شو الاسم حكام انه غلط. دكتور دكتور محمد سؤال 43 السؤال 49 هايبو ناتريميك هايبو كلوراميك ميتابوليك الكالوزس. هيو هايبو ناتريميك هايبو كلوراميك ميتابوليك الكالوزس اللي هو خيار دي صح مش خيار سي، لازم يكون صوديوم لو والكلورايد لو صح 100%. شو الجولد ستاندرد فور او البيست اوبشن اوف تريتمنت داي جورج سندروم؟ بيسالوه اللي هو ايش؟ زراعه ثايموس اللي هو ثايموس ترانسبلانتيشن. متى بنعملها؟ لما يكون الليمفوسايت كاونت اقل من قديش؟ الابسولوت ليمفوسايت كاونت اقل من قديش؟ ابسولوت ليمفوسايت كاونت اقل من قديش؟ اقل من 100. لما يكون الابسولوت ليمفوسايت كاونت اقل من 100 بنعمل احنا ثايموس ترانسبلانتيشن. هذول الاطفال الدي جورج اذا اخذوا بلاد ترانسفيوجن شو بصير عندهم؟ هذا بيعرف السؤال هذا امراض بيجي بالامتحانات. اطفال عندهم دي داي جورج او امراض عندهم نقص مناعه اذا اخذوا بلاد ترانسفيوجن شو بصير عندهم؟ هذا بيعرف شو بصير عندهم اذا اخذوا بلاد ترانسفيوجن؟ بصير عندهم ايش اسمه اللي هو رياكشن. شو نوع الرياكشن دكتور ايفون؟ مش انا في لاكتك، لا مش انا في لاكتك. انا في لاكتك بتصير عند مين؟ عند السلكتيف اي جي ديفشنسي دكتور ايفون. الان في لاكتك بتصير عند السلكتيف. هذول بصير عندهم ايش اسمه جي في اتش دي. حدا بيعرف شو هاي الرياكشن؟ ايش هاي الرياكشن؟ هاي نوع من انواع الايرلي رياكشن ولا ليت رياكشن؟ هاي ايرلي ولا ليت؟ حدا بيعرف هاي ليت بلاد ترانسفيوجن رياكشن؟ هاي الرياكشن تيجي بعد 24 ساعة وتيجي عند الناس اللي عندهم نقص مناعة منهم الداي جورج سندروم. لذلك هذول بنعطيهم دم شماله. شو الدم اللي بنعطيهم اياه؟ بنعطيهم ايراديتد بلاد. شو بنعطيهم؟ ايراديتد ايش؟ بلاد. بنعطيهم ايراديتد بلاد. هاي مهمة جدا نعرفها. البيست اوبشن للتريتمنت لهم شماله تايم ترانسبلانتيشن. هسا شو بصير البيست اوبشن في الامتحان؟ شو البيست اوبشن للداي جورج؟ شو بصير في الامتحان البيست اوبشن للداي جورج؟ حدا بيعرف بالامتحان شو بصير لما عقله يكتب الامتحان؟ بكتب لك بيست اوبشن. شو البيست اوبشن بكتب لك؟ هذا بيعرف شو اللي يمكن يكتب بالامتحان؟ شو البيست اوبشن للداي جورج سندروم؟ بيست اوبشن للداي جورج سندروم، والبيست اوبشن للويسكود الدريتش، والبيست اوبشن للسيفير كومبايند، والبيست اوبشن للبروتون اي جاما، والبيست اوبشن للكرونيك جرانولوماتوس ديزيز بون بي ام تي بون مارو ترانسبلانتيشن. واضح النقطه ولا لا؟ هل هاي البيست اوبشن للداي جورج؟ غلط. البيست اوبشن لبعض الانواع بس مش الايش للداي جورج، مش للايش، مش للداي جورج. الداي جورج اللي هي فايم ترانسبلانتيشن في الامتحان بتصير بون مارو ترانسبلانتيشن، والطالب اللي بيكون دارسها انها فايم ترانسبلانتيشن بجاوبها انها بون مارو ترانسبلانتيشن بتذكر بعد الامتحان انه دارسها زي هيك. هاي انتبهوا لها هيك بكون. سؤال 43 عن السؤال سؤال 43 هاي بدي ارجع له سريع اشوفه ما بعرف انا سؤال 43 انا ما جاوبته. سؤال 43 هذا بجوز سؤال 43
صار 43 في 5 years old male boy brought to pediatric clinic with anorexia weight loss and persistent whooping emitters and cough. شو هذا؟ whooping emitters and cough ايش هذا؟ حدا بيعرف شو ال whooping emitters and cough؟ قحة emitters براجع فيها الطفل whooping معها شهقة ظل يقح 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 بعدين بصير عنده شهقة. هذا بيرتسس صح ولا لا؟ سؤال عن بيرتسس. عنده nocturnal paroxysm for 6 week. هذا بيرتسس. طيب بحكي لك هسا about the most likely diagnosis, all are false, كله خطأ ما عدا the likely cause of bacteria is mycobacterium tuberculosis. شو رأيكم؟ هل الميكوبكتيريوم هذا اللي هو cause of organism؟ هل البرتسس سبب الميكوبكتيريوم tuberculosis؟ طبعا غلط. هاي غلط. المايكلي شو اسم المسبب تبع البرتسس؟ اللي هي بورتديلا برتسس اسمها and parabertussis. طيب it is rarely affect children under age 6 years of age. شو المعلومة الصح عن البرتسس؟ هل هي rarely affect children under 6 years ولا over 6 years؟ هذا دارس البرتسس بيعرف البرتسس commonly عند أنواع أعمار. عند الأطفال الأعمار هم 5 سنوات and فما دون. الأعمار هم أعلى من 5 سنوات very rare يتصابوا بالإيش؟ بالبرتسس. لذلك الفاكسينيشن تبعت البرتسس ينصح في إعطائها بعد 6 سنوات أو بعد 7 سنوات بعض الكتب كاتبة. هل البرتسس فاكسين إعطائها بعد 7 سنوات ينصح فيه؟ لا لا ينصح فيه. في CDC ومعظم الكتب كاتبة لا ينصح بإعطائه. لذلك الديتاب فاكسين شو بصير بعد عمر 6 سنوات أو 7 سنوات؟ شو بصير الفاكسين الديتاب؟ شو بتحول بصير اسمه الديتاب فاكسين؟ حدا بيعرف شو بصير اسمه الديتاب؟ شو بصير اسمه بعد عمر 5 سنوات؟ بتلاقي انه ما بكتبوا ديتاب. شو بكتبوا؟ هذا بإمكان يذكرني بالجدول المطاعيم شو بصير اسمه. بصير اسمه دي تي. ليه بصير اسمه دي تي؟ لأنه ما بيعطي البرتسس ببساطة. طيب it is mainly it's minimally contagious disease. هل البرتسس minimally contagious ولا هو highly contagious؟ بالعكس من أكثر الأمراض المعدية وعدوى عالية هي البرتسس فهو highly contagious. clarithromycin antibiotic is used for treatment. شو the only antibiotic معمول عليه دراسات وماybe إنه يكون بنعطيه بس مش بس للمريض حتى للفاميلي ممبر اللي هو الماكرولايد انتيبيوتيك هذا الكلاريثروماسين. الكلاريثروماسين معروف انه ما بيقلل الموربيديتي للاطفال اللي عندهم برتسس ولكن بتخفف اعراض المريض خاصه اذا بلشناه بدري. فالكلاريثروماسين هاي الجمله صحيحه. ات هاز نو برايمري ميثود اوف بريفنشن. شو رايكم؟ هل البرتسس ما له برايمري ميثود اوف بريفنشن؟ شو يعني برايمري ميثود اوف بريفنشن؟ شو يعني برايمري ميثود اوف يعني فاكسينيشن. هل البرتسس ما له فاكسينيشن ولا له؟ بالعكس له فاكسينيشن. في عندنا برتسس فاكسين بتنعطى ضمن الديتاب. فالجواب هو كلاريثروماسين. كلاريثروماسين نعرف عنه معلومة. It has primary method of prevention by vaccine. كلاريثروماسين antibiotic is used for treatment. على الرغم إنه ما بقلل الموربيديتي والمورتاليتي إلا إنه used for treatment. فيعطيكم العافية. خلصت أنا هنا. أي طالب عنده أي ملاحظات بالنسبة لإيش اللي أنا شرحته يبعث لي على الواتساب. الأسئلة هاي بتحمل إنها تكون صح، بتحمل إنها تكون خطأ. نتمنى إن تكون نسبة الخطأ تكون قليلة. لأن إذا خطأنا أكيد إحنا هاي الأسئلة كلها من الطلاب اللي بعثوا لي إياها عملت لها أنا ريفورموليشن وحطيتها بالصيغة هاي. يمكن تكون قريبة لصيغة الامتحان، يمكن تكون مش قريبة. بعض الطلاب بيحكوا لي الدكتور ما إجت أسئلة زي هيك، ولكن أسئلة بشكل عام هي أسئلة أو أفكار الأسئلة نفس أفكار هاي الأشياء اللي أنا حطيتها. أنا أخذتها من طلاب اجتازوا الامتحان، يعني اجتازوا الامتحان بنجاح وبعلامات عالية، مش إنه أي طلاب أخذها. أتمنى منكم إذا دخلتوا على الامتحان تبعثوا لي بعد الامتحان إيش الأسئلة اللي جتكم، نستفيد منها واستفيد منها الطلاب اللي بعدكم. إذا عندكم أي أسئلة بخصوص هاي الأسئلة بعثوا لنا إياها أو أي أسئلة أخرى أنا في ريفرين كنت بعثوا لي على الماسنجر أو على الواتساب. اللينك اللي بعثت لكم أول حصة طلعوا عليه في مراجعة سريعة على الباطني، مراجعة سريعة على الأطفال خلال 5 ساعات بتراجع المواد. في كمان مراجعات للأسئلة، أسئلة الدورات السابقة 2018 2019 2017 إذا حابين تطلعوا عليها بتفيدكم كثير. الامتحان كان فيه صعوبة، يس كان فيه صعوبة، ولكن فيه أسئلة سهلة وفيه أسئلة صعبة. غالباً الامتحان بيكون فيه low level medium level high level، فلذلك يفضل أنك تعود حالك تدرس. الوقت الحالي وقت قصير للامتحان، بس الوقت الحالي يدرس على المراجعات، مراجعات سريعة للمادة بحيث أنك تنجز أكبر قدر من المادة فترة قصيرة إضافة لحل الأسئلة. حاول تحل أكبر قدر ممكن الأسئلة. ما بحكي دورة بتكفي ولا دورتين بتكفي، بدك تحل عدد دورات لا بأس فيه، بدك تحل 2 أو 3 سنوات من الدورات وتشوف الأفكار المتعددة من الأسئلة. يعطيكم العافية، نتقابل إن شاء الله. إذا عندكم أي أسئلة أو عندكم أي شيء بإمكانكم تبعثوا لي، وإن شاء الله يكون لنا فرصة نتقابل في محاضرات قادمة بإذن الله. هذا الفيديو اللي بده يحب يطلع عليه يبعث لي على الواتساب أو على الماسنجر، أنا بعمل له أكسس عليه على الجوجل درايف. يعطيكم ألف عافية، تصبحوا على الخير، آسف على الإطالة.
الامتحان هاي الدورة إن شاء الله إنه يكون بسيط، إن شاء الله 30 سؤال وعدوا إنه يكونوا بسيط. هي قلة عدد الأسئلة مش إشي كويس، قلة عدد الأسئلة إذا الطالب راح عليه سؤال راح يروح عليه عدد كويس من العلامات، فلذلك قلة عدد الأسئلة مش إشي كويس، ولكن نتمنى إنه يكون طبيعة الأسئلة تكون سهلة وتكون معظمها ميدل ليفل، يكون المستوى تبعها متوسط. هذا ما بيعني إنه الامتحان راح يجي سهل، لا، راح تيجي جزء مجموعة من الأسئلة صعبة، مجموعة من الأسئلة متوسطة، مجموعة من الأسئلة سهلة. نتمنى إنه يكون الليفل تبعه متوسط ضمن الليفل اللي إحنا متعودين عليه، وضمن الأسئلة اللي إحنا أعطيناك إياها موجودة بالكتب. في إنه كتب إحنا مكتبة الرواد ومكتبة البيان طلعوا عليها فيها الأسئلة القديمة السابقة كاملة، طلعوا على الأفكار هاي، الأفكار هاي بتفيدكم كثير بإذن الله. يعطيكم العافية جميعاً.